بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في محاضرة Living with Petrochemicals. السيشن بتاعتنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم فيها عن صناعة البتروكيماويات، ونعرف من خلال السيشن بإذن الله إزاي البتروكيماويات بقت موجودة في كل حياتنا، بقت موجودة وتدخلت في كل حاجة نشوفها في حياتنا اليومية. في البداية هعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد حلمي أبو زهرة، خريج كلية هندسة بترول وتعدين السويس دفعة 2009. اشتغلت فترة من حياتي في الشركة القابضة للبتروكيماويات، وساعتها بعد وأثناء فترة الشغل دي اشتغلت في كذا شركة تبع قطاع البترول، رحت شركات بتروكيماويات وشركات غاز، وحاليا شغال في شركة القاهرة لتكرير البترول. محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن صناعة البتروكيميكالز، وإزاي البتروكيميكالز بقت موجودة في كل حاجة في حياتنا، ونعرف تطور الصناعة دي، ونعرف قد ايه ان الصناعة دي بتزود من الناتج القومي، وبتعلي من قيمة الاقتصاد القومي، وبتزود من القيمة المضافة للأويل اند جاس. بس خلونا كده نبدأ ان شاء الله المحاضرة بحاجة بسيطة كده، مقارنة بين صورتين انا شفتهم الايام اللي فاتت في بوست على الفيسبوك. زي ما حضراتكم شايفين كده، صورة جدار مبني بطريقة منظمة جدا وشكله كويس جدا، وجدار تاني مبني بطريقة عشوائية يعني شكله وحش جدا. بس الفكرة كلها ان البوست اللي كان مكتوب على الصورة اللي قدام حضراتكم دي كان بيقارن بين الحالتين، الجدار السليم والجدار المبني بطريقة غير مظبوطة. بس بيقارن بينهم من ناحية ايه بقى؟ من ناحية قدرة الراجل اللي بناه على تسويق نفسه. فقالوا في البوست ده ان الفلان الفلاني اللي بنى الجدار بالشكل الغريب ده او الشكل غير المظبوط بالشكل ده، قدر اكتر من زميله التاني اللي بنى الجدار بشكل كويس، قدر ان هو يسوق منتجه بشكل اكبر، واقنع الناس اللي هو بيشتغل معاهم ان هو عمل تحفة فنية، وبالتالي بدأت تجيله اوردرات اكتر، وبدأ يعمل شغل اكتر، وبالتالي بدأ يكسب فلوس اكتر. بقول لكم الكلام ده كله ليه؟ لان البوست كان نفسه بيتكلم عن اهمية التسويق في انك تبيع المنتج بتاعك. الماركتينج مهم جدا 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 في اي صناعه، سواء اذا كانت اويل اند جاز، سواء اذا كانت مثلا تلفزيون او ميديا برودكشن او انجينيرنج، في اي مجال الماركتينج اهم حاجه. فانت وانت شغال في مشروع بتحتاج تحط ماركت بلان، بتحتاج تحط استراتيجي لنفسك علشان تبدا تسوق لمنتجاتك، تفتح اسواق جديده، او تفتح نفسك شغل جديد، او تطلع المنتج بتاعك لحدود اكبر، او تزود العملاء بتوعك والكلام ده كله. فالماركتنج استراتيجي اللي ممكن انت تعملها ممكن تتضمن حاجات كتير قوي، تتضمن انك تحط اهداف لنفسك، تحط افكار للتسويق، وتحط حاجات كتيرة جدا، وابتكارات وبيزنس، وتعمل كوبريشن مع ناس تانية، وتفتح اسواق جديدة للمنتج بتاعك. لكن واحدة من اهم النقاط الموجودة في الماركتنج بلان هي ان يكون عندك سلوجن. سلوجن يعني شعار، ان يكون عندك شعار للمؤسسة بتاعتك او شعار للمنتج بتاعك، يميز المنتج بتاعك او يميز المؤسسة بتاعتك عن المنافسين ليه. فمثلا السلوجن ده زي ما كنا ببساطة كنا زمان بنشوف على التلفزيون في روتانا سينما لما كانت حاطة لنفسها سلوجن يقول لك مش هتقدر تغمض عينيك. فكذلك احنا شفنا سلوجنز كتير قوي في حياتنا، فشفنا النوكيا كونكتنج بيبل، فهم اختاروا الشعار بتاع كونكتنج بيبل ده علشان يوصل فكرة ان هو بيقرب الناس من بعض، وبالتالي يزود من السوق او الماركت شير بتاع المنتج بتاعه. كذلك برضو المنتجات بتاعت شركة ال جي برضو اختاروا سلوجان جميل ليهم جدا اسمه Life is Good، يعني الحياة كويسة جدا، يعني الحياة مع ال جي هتكون حياة كويسة جدا. بالنسبة لنا احنا بقى في الاويل اند جاز والبتروكيميكالز او كبروسيس انجينيرنج بشكل عام، عندنا شركة مهمة جدا اسمها اسبن تيك. اسبن تيك شركة متخصصة في انتاج البروسيس سيميليشن سوفت ويرز، فالسلوجان بتاعها متميز جدا برضو. فالسلوجان بتاعها بيقول ايه؟ تكنولوجي ذات لافز كومبلكستي، يعني انا شركة بعمل لك تكنولوجي وبعمل لك سوفت وير بيحب الحاجات المعقدة. يعني انا ما عنديش اي مشاكل انك تجيب لي مشكلة عندك موجودة في الشركة واحاول احلها لك، واطلع لك برودكت يحل لك المشكلة دي، ويزود لك الانتاج بتاعك، او يحسن لك من مواصفات المنتج بتاعك. الفكرة كلها ان احنا بنعتمد على التسويق، ان انا بحط ماركت بلان، ومن احد دعائم الماركت بلان اللي انا احطها ان اعمل لنفسي سلوجن او اعمل لنفسي شعار. ففي مرة كده وانا بتفرج زمان على قناة الجزيرة في أحد البرامج، لقيت إن البرنامج بعد ما طلع فاصل جايبين إيه؟ جايبين برعاية قطر، شركة قطر للبتروكيماويات، ودي أحد أكبر شركات البتروكيماويات على مستوى العالم. والسلوجان بتاعها كان جميل جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت يخليك تفكر. شركة قطر للبتروكيماويات السلوجان بتاعها in just about everything، يعني في كل ما يحيط بكم. ساعتها أنا فكرت في فكرة، هو هل فعلا
البتروكيماويات موجودة في حياتنا في كل ما يحيط بنا، زي ما شركة كابكو عاملاها شعار ليها. السؤال ده هو اللي سبب المحاضرة اللي أنا بعملها لحضراتكم دلوقتي. هل فعلا البتروكيميكالز موجودة في حياتنا في كل ما يحيط بنا وموجودة في كل حاجة؟ أيوة بالظبط، البتروكيميكالز موجودة في كل حاجة في حياتنا، موجودة في كل الأشياء اللي ممكن تتخيلها واللي لا تتخيلها. ممكن تلاقي البتروكيميكالز دخلت في إنتاج البايبنج، دخلت في إنتاج الكاوتش، دخلت في إنتاج البلاستيكس اللي بيتعمل منها الهلمت اللي بنلبسها في المواقع، الجلافز، الخيوط والغزول والدي في دي بتاعة الكمبيوتر والأجزاء الحرارية اللي بتتحط مثلا في العربيات والبوتاجازات واللي بتتحط في المكوى، والديترجنت اللي هو المسحوق الغسيل والصابون السائل والمنتجات المطاطية زي الأستك اللي بنحط فيه الفلوس والأزايز المية والمكياجات حتى، وبعض الأدوية وبعض الصابون السائل وبعض المنتجات البلاستيكية ولعب الأطفال والسويترز وكل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها قدامنا. تقريبا البتروكيميكالز دخلت في حياتنا في كل المنتجات اللي بنتعامل معاها في حياتنا اليومية. وبالتالي البتروكيميكالز قامت بدور مهم جدا في استبدال الحاجات الكلاسيكية بالحاجات المودرن. فزمان كنت تلاقي مثلا السباكة اللي عندنا في البيت، المواسير بتاعة المية، الفيتنجز اللي راكبة على ماسورة المية موجودة معمولة من الحديد. في الايام الجديده نتيجه دخول البتروكيميكالز في الحياه اليوميه بتاعتنا، تلاقي كل الفيتنجز والبايبنج ده اتعملت بشكل جديد خالص، عباره عن بلاستيكس باللون الاخضر مصنوع من احد المواد البتروكيماويه. المواسير الحديديه تم استبدالها بمواسير بلاستيكيه. الحنفيات الحديديه تم استبدالها بحنفيات بلاستيكيه. الخيوط الطبيعيه اللي كانت مصنوعه من القطن تم استبدالها بالخيوط الصناعيه والحرير الصناعي والالياف الصناعيه. نفس الكلام البوكس، ما كان يبقى زمان عندك بوكس تحط فيه حاجه وتخزن فيه حاجاتك مصنوع من الحديد، تم استبداله بالبوكس مثلا البلاستيكي. الاطباق اللي احنا كنا بناكل فيها مصنوعه من الخشب او مصنوعه من الحديد، نفس الكلام تم استبدالها بأطباق وأكياس بلاستيكية. فالفكرة كلها إن البتروكيميكالز دخلت في حياتنا كلها. فتخيل حياتنا من غير أويل أو من غير جاز أو من غير بتروكيميكالز، هل الحياة هيبقى شكلها مظبوط؟ لا طبعا، هنلاقي أزمات في كل حاجة، هنلاقي أزمات في كل ما يقابلنا في حياتنا نتيجة عدم وجود الأويل والجاز والبتروكيميكالز. فهتلاقي مثلا تحصل عندنا أزمة في الوقود، الناس مش هتلاقي أنبوبة البوتاجاز ومش هيلاقوا غاز طبيعي يجيلهم في البيوت، فهنضطر نرجع للحاجات بتاعت زمان خالص لما كانت الناس بتطبخ بالقش وبتطبخ بالحطب والحاجات دي كلها. فهنرجع للعصور القديمة قبل استخدام الأويل والجاز في الحياة اليومية بتاعتنا. نفس الكلام لو احنا ما عندناش أويل أند جاز، هتلاقي أزمات في الوقود، أزمات في الانتقال، أزمات في وسائل المواصلات، وبالتالي هتلاقي برضو الناس ترجع لطرق غريبة جدا ونستخدم الكائنات الحية والحيوانات زي زمان لما كانوا بيعملوها قبل استخدام الأويل أند جاز في الصناعة بتاعتنا. لو مفيش أويل أند جاز، هتلاقي مفيش كهرباء، محطات توليد الكهرباء اللي بتشتغل بالجاز او بتشتغل بالمازوت او بتشتغل باي ليكويد فيول مش هتلاقي فيول تشتغل بيه، وبالتالي هيبقى عندنا ازمه ويبقى عندنا ضلمه زي ما حضراتكم شايفين. حتى الفيرتلايزرز الاسمده، كل دي منتجات بتروكيماويه. فلو مفيش اويل، مفيش جاز، مفيش بتروكيميكالز، بالتالي مش هيكون عندنا فيرتلايزرز، وبالتالي الرقعه الزراعيه عندنا هتتاثر. الصوره اللي قدام حضراتكم دي كانت سنه 2012، كان في توقف في احدى اكبر شركات البتروكيماويات في مصر، وهي احد الشركات الكبيره جدا اللي بتنتج معظم انتاج مصر من منتج اسمه البولي ايثيلين. الشركه دي نتيجه توقفها لاعمال صيانه، سوق البلاستيكس في مصر اتاثر بشكل كبير جدا، واضطرينا نستورد كميه كبيره جدا من البلاستيكس بره مصر، وبالتالي كانت في ازمه برضو. ده ليه؟ عشان ما كانش في بتروكيميكالز بتنتج من المنتج ده في الوقت ده. البتروكيميكالز دخلت عندنا برضو في صناعه الكوزموتكس اللي هي منتجات التجميل، والديتيرجنتس اللي هي الصابون السائل ومسحوق الغسيل والحاجات دي كلها. فلو ما فيش الحاجات دي برضو كلها، هتبقى عندنا أزمة كبيرة جدا. لو بصينا زي ما قدام حضراتكم كده على خريطة الأويل أند جاز على مستوى العالم، هنلاقي إن الأويل أند جاز اتقسم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، إن 46% من إنتاج البترول بيذهب لصناعة الجازولين. صناعة الجازولين يعني إنتاج الفيول، الوقود اللي إحنا بنحطه في العربيات زي ما حضراتكم عارفين. طيب يا ترى، يا هل ترى ال 54% الباقيين بيروحوا فين؟ بيروحوا لصناعات أخرى. يعني إيه صناعات أخرى؟ الصناعات الأخرى هنا في الحالة دي يقصد بها الصناعات التي تنتج برودكتس لا تستخدم كوقود. فمثلا تلاقي ال 54% اللي باقيين دول بيروحوا فين؟ لصناعة الميديسنز، الأدوية، صناعة الكوزموتكس، منتجات التجميل، لصناعة البلاستيكس، لصناعة السينثيتك رابر، الكليننج برودكتس يعني الديتيرجنتس، صناعة الأسفلت اللي هي البيفنج اللي بيستخدم في الرصف في الطرق والشوارع والحاجات دي كلها. فبالتالي 46% من إنتاج البترول على مستوى العالم بيتم استخدامه في إنتاج الوقود،
لكن الكمية الأكبر 54% الباقية من الإنتاج بيتم استخدامه في إنتاج بتروكيماويات ومنتجات أخرى لا تستخدم كوقود. طيب، وده ياخدنا لسؤال جميل جدا أصلا، يعني إيه كلمة بتروكيميكال بروسيسز؟ كلمة بتروكيميكال بروسيسز بتنقسم لحاجتين زي ما حضراتكم شايفين، هي كلمتين، بتروكيميكال بروسيسز يعني عمليات بتروكيماوية. يعني إيه عمليات بتروكيماوية؟ بتروكيميكالز وبروسيسز. بتروكيميكالز، كلمة بتروكيميكال تطلق على أي كيميكال يتم إنتاجه من البترول أو ناتشرال جاس، فبالتالي بتروكيميكالز are the chemicals derived from petroleum or natural gas. زي إيه مثلا؟ لما يكون عندنا جاز طالع من الآبار من شركات إنتاج الجاز مثلا بنسميه الرو جاز. الرو جاز ده بيكون خارج زي ما حضراتكم شايفين كده من البير بكومبوزيشن كبير جدا، فيه الميثان وايثان وبروبان وبيوتان وبنتان وكربون دايوكسيد و و و ومنتجات كتيره جدا. لو قدرنا نفصل الميثان لوحده والايثان لوحده والبروبان لوحده والبيوتان لوحده، لو في شويه بنزين نفصلهم لوحدهم، كل مركب او كل منتج من المنتجات دي بيطلق عليه بتروكيميكال. بتروكيميكال اي انه منتج كيميائي او ماده كيميائيه مشتقه من البترول او ناتشرال جاز. فده كان المعلومة الأولى يعني إيه كلمة بتروكيميكال. طب المعلومة الثانية يعني إيه كلمة بروسيس؟ كلمة بروسيس هي عبارة عن انتجريشن من حاجات كتير قوي مع بعض، يعني انتجريشن اوف اكويبمنت، يعني مجموعة من الاكويبمنت زي الهيت اكسشينجرز والبامبس والكمبريسورز والديستيليشن تاورز والتانكس والبايبنج والحاجات دي كلها، والميثودز، ميثودز يعني طريقة انتاج، وماتيريالز يعني عندي مواد خام بتدخل في المصنع عندي وعندي بحتاج يوتيليتي مثلا زي الكهرباء زي الكولينج ووتر زي الانسترومنتيشن اير، وليبر يعني عمال، يعني محتاج مهندسين وفنيين وعمال كمان علشان نعمل ايه، علشان ننتج سامثينج، عشان ننتج حاجة القيمة الاقتصادية بتاعتها بتكون اعلى من القيمة الاقتصادية بتاعت المادة الخام. بمعنى كلمة بروسيس ان انا بحول مادة خام، عندي مادة خام القيمة الاقتصادية بتاعتها مثلا $1، علشان احولها الى منتجات جديدة القيمة الاقتصادية بتاعت المنتجات اعلى بكتير من $1، هنقول مثلا ب$10، بالتالي بعمل بروسيس معينة. البروسيس دي تتضمن ايه؟ تتضمن equipment معدات، تتضمن methods طرق، تتضمن materials، تتضمن utilities، تتضمن labor، تتضمن حتة ارض بعمل عليها المشروع بتاعي. فبالتالي اي كلمه يطلق عليها بروسيس نفهم منها ان هي انتجريشن اوف اكويبمنت وميثودز وماتيريالز ويوتيليتيز وليبر تو بروديوس سمثينج. سمثينج ده اللي احنا بننتجه القيمه الاقتصاديه بتاعته هاير ذان القيمه الاقتصاديه بتاعت الفيد ستوك الاصلي. فبالتالي الانتجريشن اللي احنا بنعمله ده من مجموعه المعدات والماتيريالز والحاجات دي كلها علشان احول حاجه منخفضه القيمه الاقتصاديه بسميها الرو ماتيريال، الرو ماتيريال او الفيد ستوك، بحولها الى برودكت. وبالتالي لما احولها من رو ماتيريال منخفض القيمه الاقتصاديه بتاعته سعره قليل جدا الى برودكت سعرها اعلى، يبقى انا عملت بروسيس. فمثلا اللي قدامنا دي البنت الصغيره اللي شايله كوبايه ميه مش نظيفه على اليمين وكوبايه ميه نظيفه على الشمال، دي بروسيس كده، عملنا بروسيس، خدنا الرو ماتيريال منخفضه القيمه الاقتصاديه واللي الكواليتي بتاعتها منخفضه وعملنا لها بروسيس، وديناها مثلا محطه تحليه ميه وطلعنا الميه النظيفه اللي هي البرودكت. والمنطق بيقول ان البرودكت اللي طالع دلوقتي القيمه الاقتصاديه بتاعته هتكون اكيد اغلى 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 من القيمه الاقتصاديه الاساسيه بتاعت الفيد ستوك نفسه. فبالتالي اي رو ماتيريال او اي ماده خام تعتبر ان بروسيسد ماتيريال، ماتيريال ما حصلش عليها اي عمليات معالجه او اي عمليات تصنيع. فمثلا قصب السكر نفسه لما بتطلعه من الارض كده بيعتبر رو ماتيريال لصناعه السكر، الذره بيعتبر رو ماتيريال مثلا لصناعه البايو فيولز، الاويل يعتبر رو ماتيريال لانتاج البتروليوم برودكتس زي الفيولز والحاجات دي كلها، الجرانيت نفس الكلام لما بيكون لسه جاي من الصحراء او من الموقع بتاعه موقع انتاجه بيعتبر لسه رو ماتيريال، يعني لم تحدث عليه اي عمليات معالجه ولسه في صورته الخام، كذلك برضو القطن وكذلك الفحم وكذلك القمح والكلام ده كله. فالرو ماتيريال دي تعني ان بروسيسد ماتيريال، ان بروسيسد ماتيريال يعني ماتيريال لم يتم معالجتها لسه طالعه بصورتها الخام اللي جايه بيها من موقع الانتاج، فانا بعمل عليها بروسيس معينه علشان احولها واطلع منها منتجات ذات قيمه اقتصاديه اعلى. وبالتالي عندنا في الاويل اند جاز عندنا ممكن تلاقي فيه بروسيسز كتيره جدا جدا جدا، ده انت ممكن تلاقي في الشركه الواحده فيه كذا بروسيس واكتر من بروسيس بيتموا عشان اوصل لفاينل برودكت معين. فاحنا في الاويل اند جاز عندنا الرو ماتيريالز بتاعتنا حاجتين علشان انتج البتروكيميكالز، اول حاجه بتكون الناتشرال جاز والحاجه الثانيه بتكون الكرود اويل.
ناتشرال جاز او كرود اويل هما البتروكيميكال فيد ستوك، هما المواد الخام اللي انا بستخدمهم كفيد ستوك او كرو ماتيريال لانتاج البتروكيميكالز. ومن هنا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده جت التسميه كلمه بتروكيميكالز، يعني الكيميكالز الدرايف فروم بتروليوم او ناتشرال جاز، الكيماويات المشتقه من البترول والناتشرال جاز. فزمان كان مجرد ان هم الناس بتوع زمايلنا بتوع حفر وانتاج البترول، مجرد ان هم بيحفروا ويطلعوا لنا البترول من الابار من الموقع ويبعته لنا في شركات التكرير الريفاينري، كان بكل بساطه ناخد احنا في شركات التكرير ككيميكال انجينيرز او كبروسيس انجينيرز، ناخد الفيد ستوك اللي جاينا اللي هو الكرود اويل، وناخده نعمل عليه شويه بروسيسز وشويه عمليات وشويه اكويبمنت ومعدات واشخاص ويوتيليتي بنستخدمهم علشان احول الكرود اويل اللي كان داخل اطلع برودكتس مختلفه. البرودكتس دي القيمه الاقتصاديه بتاعت البرودكتس بتكون اعلى كتير جدا 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 من القيمه الاقتصاديه بتاعت الفيد ستوك اللي جاي خالص. وكانت البروسيس بتنتهي عند كده، بتنتهي ان انا بطلع ريفاينري برودكتس او فيولز بحطها في العربيات تروح الفيول ستيشنز ونبدا نستخدمها كوقود، وبالتالي القيمه الاقتصاديه بتاعتها اي نعم القيمه الاقتصاديه للبرودكتس دي اعلى من القيمه الاقتصاديه للكرود اويل اللي في الاول خالص، بس مش كفايه. مش كفايه يعني ايه؟ يعني احنا هنحاول نشوف طرق جديده نزود القيمه الاقتصاديه للمنتجات دي، فبدل ما انتج منتجات اوديها للفيول ستيشنز وابيعها كده بملاليم تستخدم كوقود تتحرق بلا اي جدوى اقتصاديه، لا انا ممكن اخد جزء من الفيول برودكت اللي طالع ده واوديه لصناعه بتروكيماويات جديده. فبالتالي زمان كانوا بيعرفونا احنا ككيميكال انجينيرز ان احنا بنشتغل في الريفاينري، احنا الانجينيرز اللي بنحول الكرود اويل الى برودكت. فزمان كانوا بيسمونا ككيميكال انجينيرز يقول لك دول البيبل اللي بيعملوا ريفايننج للاويل، ذا بيبل هو ريفاين اويل. فده التعريف الاولاني لينا ككيميكال انجينيرز. لكن مع دخول صناعه البتروكيماويات لقينا من المجدي اقتصاديا ان انا مش كل المنتجات اللي تطلع من الريفاينري من شركه التكرير اوديها كوقود للبنزينات لمحطات تموين العربيات، لا انا ممكن اودي منها جزء كوقود وممكن اخد جزء تاني ادخله على شركه بتروكيماويات، اخد جزء من البرودكت فيول اللي طلعته انا من شركه التكرير من الريفاينري ادخله لصناعه بتروكيماويات، استخدمه كماده خام في انتاج مواد بتروكيماويه جديده. والمنتجات اللي هتطلع من شركه البتروكيماويات هعمل ادخلها على مصنع، مثلا مصنع بلاستيك، فمثلا لو انتجت ايثيلين او بولي ايثيلين ادخله على مصنع تاني اعمله عمليه فورميشن، اعمله عمليه تشكيل، اشكل الايثيلين او البولي ايثيلين اللي انتجته اطلع منه الكوبايات، اطلع منه الكراسي، اطلع منه لعب الاطفال، وبالتالي زودت القيمه الاقتصاديه بتاعت شويه الفيول اللي انا اخدتهم. بدل ما كنت مثلا بنتج 1000 طن بير داي مثلا هنقول جازولين بنوديه يتباع في البنزينات والعائد الاقتصادي بتاعه هنقول مثلا 100000 جنيه مثلا، انا هخلي ال1000 دول هتودي منهم للبنزينه 500 واخد 500 تانيين، ال 500 التانيين دول هاخدهم هدخلهم على مصنع البتروكيماويات، مش هيستخدموا كوقود ولكن هيستخدموا كفيد ستوك كماده خام هتقوم عليها صناعه بتروكيماويه جديده. بالتالي ال 500 اللي راحوا على البنزينه دول هيبقى لهم سعر، والبتروكيميكالز اللي هينتج ال 500 التانيين اللي هيروحوا مصنع البتروكيميكالز هيبقى لهم سعر تاني، بالتالي القيمه الاقتصاديه بتاعه ال 1000 طن ككل اختلفت تماما عن الحاله الاولى. فصناعه البتروكيماويات يقصد بيها ان انا بحول الماده الخام ذات القيمه الاقتصاديه المنخفضه الى منتجات ذات قيمه اقتصاديه اعلى. فمن هنا جالنا التعريف الجديد لينا ككيميكال انجينيرز، ما بقيناش بقى زي زمان ذا بيبل هو ريفاين اويل، لا دلوقتي لقينا الكيميكال انجينيرز موجود في صناعه البتروكيماويات، في صناعه الاسمده، في صناعات تانية، لقينا الكيميكال انجينيرز موجودين في صناعات مختلفة جدا، في صناعة الجاز والبتروكيميكالز والأسمدة والأسمنت والووتر ديسالينيشن بلانت ومحطات توليد الكهرباء وحاجات كتيرة جدا. فبالتالي التعريف الجديد لينا ككيميكال انجينيرز بيقول إن إحنا البيبول هو كونفيرت ذا لو فاليو فيد ستوكس انتو هاير فاليو اند برودكتس، إحنا الناس اللي بنحول المادة الخام منخفضة القيمة الاقتصادية إلى برودكتس ذات قيمة اقتصادية أعلى. ده تعريفنا ككيميكال انجينيرز الجدد في التعريف الجديد للكيميكال انجينيرز. وبالتالي ده ياخدنا لنقطه جميله جدا، ان في مصطلح حلو جدا 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 حضراتكم هتلاقوه في الصناعه بيقول ان البتروكيماويات هي صناعه القيمه المضافه. بتروكيميكالز از ذا فاليو اد اندستري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا زمان بدل ما كنت زي ما قلت لحضراتكم باخد البترول الخام ادخله على شركه التكرير اطلع فيول احرقه
الفيول ده اوديه لمحطات البنزينات احرقه باسعار منخفضه جدا، يعني ايا كان سعر البترول او البنزين او الكيروسين او السولر اللي انا باخده من البنزينات هيكون سعر منخفض نسبيا، لكن لو استخدمت نفس الكميه ودخلتها على مصنع بتروكيميكالز هنتج منتجات جديده، هنتج منتجات بتروكيماويه جديده هتمس حياه الافراد بشكل مختلف. ممكن البنزين اللي انا بوديه العربيات ده ممكن استخدمه ان انا اوديه على مصنع انتاج ايثيلين، اعمل له كراكنج اطلع منه ايثيلين وبروبيلين وبيوتايلين والكلام ده كله، واخد الايثيلين اعمل له عمليه بوليمرايزيشن احول البولي ايثيلين، والبولي ايثيلين اخده اعمل منه كوبايات واعمل منه لعب اطفال واعمل منه كذا 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 كذا. فبالتالي الحاجه اللي انا كنت زمان بستخدمها كوقود وببيعها بسعر منخفض لما دخلتها على صناعه بتروكيماويه جديده بالتالي طلعت منها منتجات ذات قيمه اقتصاديه اعلى من المره الاولانيه او من الحاله الاولى، وبالتالي القيمه الاقتصاديه الاعلى دي زودت لنا القيمه المضافه بتاعه البترول. فبرميل البترول اللي انا كنت باخده في الاول خالص وبطلع منه الفيول وبكسب مكسب معين، لا انا لو خدت نفس البرميل وطلعت نفس الفيول بس ما وديتوش بنزينات او ما استخدمتوش كفيول وخدته واستخدمته كفيد ستوك لصناعه البتروكيميكالز، بالتالي الحاجه اللي كنت هبيعها واكسب فيها جنيه لا هكسب فيها 10 جنيه، فبالتالي هزود القيمه المضافه او هزود الجدوى الاقتصاديه للمنتج بتاعي. فمن هنا جت تسميه كلمه البتروكيماويات على انها صناعه القيمه المضافه ذا فاليو ادد اندستري، وبالتالي هتزود لنا اقتصادات المشروع، وبالتالي قطاع الاويل اند جاز والبتروكيميكالز عندك في الدوله بتاعتك هيزيد ويزدهر بشكل كبير جدا. طيب نطلع من كده بمعلومة جميلة جدا، ان البتروكيميكال زي ما قلنا ان هي بقت موجودة في كل حاجة في حياتنا، فالبتروكيميكالز تعتبر true friends in our daily life، يعني اصدقاء بنشوفهم في حياتنا كل يوم. زي ما قلت لحضراتكم السجادة اللي بتمشي عليها مصنوعة من البتروكيماويات، القميص اللي حضرتك بتلبسه مصنوع من البولي استر مثلا اللي هو بتروكيماويات، العلاج اللي بتاخده مصنوع مثلا جزء منه من البتروكيماويات، المكياج اللي البنات بتحطه مصنوع من البتروكيماويات، لعبة الاطفال اللي عندك في البيت مصنوع من البتروكيماويات، السماد اللي بترمي في الارض الزراعية بتروكيماويات، الغاز الطبيعي اللي بيجيلك في البيت بتروكيماويات. البتروكيميكالز بقت موجودة في كل حاجة في حياتنا، طول ما انت ماشي في حياتك هتلاقي بتروكيميكالز في حياتك في حياتك في حياتك. فبالتالي البتروكيميكالز ممكن نعتبرها كعيلة كبيرة جدا. البتروكيميكالز عبارة عن عيلة زي الناس العرب اللي زي ما اللي انتم شايفهم حضراتكم دلوقتي. العيلة الكبيرة دي بتتضمن مركبات كتيرة جدا، البتروكيميكالز فيها الميثان والإيثان والبروبان والإيثيلين و و و وعدد كبير جدا 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 من المركبات، مركبات هيدروكربونية بيتم إنتاجها من البترول أو الجاز، وبالتالي هنسميها البتروكيميكالز. وطالما قدامنا في عيلة زي ما حضراتكم شايفين يبقى المفروض في كبير للعيلة، طالما في عيلة يبقى المفروض في كبير للعيلة، يبقى لازم يكون في ملك كينج، وطالما في كينج ملك يبقى لازم يكون في وريث للعرش كراون برنس ولي العهد. نفس الكلام في صناعة البتروكيماويات، أنا لسه من شوية قايل لحضراتكم إن البتروكيماويات دي عيلة، نفس الكلام طالما هم البتروكيميكالز دي عيلة فبالتالي لازم هيكون للعيلة كبير وليهم ولي عهد اللي هو هيخلف الكبير في حالة حدوث حدث معين يعني. طيب بالنسبة لصناعة البتروكيميكالز بقى، مين الكينج اوف بتروكيميكالز ومين الكراون برنس اوف بتروكيميكالز؟ مين ملك البتروكيماويات ومين ولي عهد البتروكيماويات؟ ملك البتروكيماويات هو الإيثيلين. الإيثيلين علميا يطلق عليه كينج اوف بتروكيميكالز، المصطلح ده ما هوش مصطلح كده دارج، لا كينج اوف بتروكيميكالز ده مصطلح علمي يطلق على الإيثيلين. طيب يا ترى يا هل ترى مين هو بقى الكراون برنس، مين ولي العهد بتاع العيلة بتاعة البتروكيماويات؟ هنلاقيه البروبيلين او البروبايلين او البروبين. البروبيلين ده هو الكراون برنس بتاع عيلة البتروكيماويات. طيب في مقولة جميلة جدا هتلاقوها حضراتكم في المراجع بيقول لك they are the smallest and the biggest petrochemicals، يعني الإيثيلين والبولي إيثيلين دول هم أصغر وأكبر العيلة بتوع البتروكيماويات، هم أكبر ناس في العيلة وفي نفس الوقت هم أصغر ناس في العيلة. أكبر ناس في العيلة علشان قلنا سمينا إن ده الكينج وده الكراون برنس. أكبر معناها إيه؟ معناها إن هي منتجات بيتم استخدامها في إنتاج منتجات كتيرة جدا 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 جدا. طيب ده كلمة أكبر، فجت كلمة إن هم the biggest petrochemicals نظرا لأنهم بيستخدموا في إنتاج منتجات كتيرة جدا 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 بتمس حياتنا العادية كل يوم في مناحي مختلفة. طيب مصطلح the smallest ده معناه إيه؟ معناه إن هم the smallest في الكيميكال structure، يعني لو بسيط هتلاقي الموليكيول بتاع الإيثيلين مجرد C2H4
ذرتين كربون واربع هيدروجينات. الايثيلين برضو مركب منخفض حجمه صغير C3H6، سوري البروبيلين C3H6. فبالتالي المقوله الجميله جدا اللي بتقول ان هم ذا سمولست اند ذا بيجست بيتروكيميكالز، معناها ان هم ذا سمولست في الكيميكال ستراكشر وذا بيجست في البريكورسرز او البرودكتس اللي ممكن يطلعوا منهم. ده بالإضافة إن ممكن يكون معاهم كمان بعض الناس الموجودين في العيلة اللي برضو يمكن أن يكون لهم إضافة كبيرة جدا في صناعة البتروكيماويد. فعندنا أخوهم الصغير اللي اسمه الميثان، وأخوهم الأكبر اللي اسمه البيوتان، وأخواتهم الثلاثة التوأم اللي هو البنزين والتولوين والزيلين اللي بينضموا مع بعض تحت فاميلي واحدة بيسموها البي تي إكس. ممكن استخدم دي في صناعة وأقوم عليها صناعة كاملة، واستخدم ده في صناعة وأقوم عليه صناعة كاملة، واستخدم دول برضو أقوم عليه صناعة كاملة. فبالتالي عيلة البتروكيماويات هي عيلة كبيرة جدا، ممكن استخدم كل مركب فيهم في انتاج عدد هائل من المنتجات البتروكيماوية. لكن اكترهم تأثيرا في صناعة البتروكيميكالز هتلاقي الايثيلين والبروبيلين. فهتلاقي مثلا صناعة البتروكيماويات متقسمة: صناعة البلاستيكس اللي بنتج بيها الايثيلين والبولي ايثيلين والبولي بروبيلين والبي في سي والبولي ستيرين ومنتجات بلاستيكيه كتيره جدا، صناعه الفايبرز اللي بنتج منها البي اي تي او الالياف الصناعيه والبولي امايدز والبولي اكريل نيترايل اللي هي الالياف الصناعيه اللي بتتعمل منها الخيوط والغزول الصناعيه. عندنا صناعه السيرفاكتنس اللي هي المنتجات الديترجنتس مثلا زي اللينير الكايل بنزين اللي هو اللاب اللي هو الماده الخام لصناعه الصابون السائل، صناعه كمان الاورجانيك بيتروكيميكالز اللي هي صناعه الاسمده مينلي، صناعه كمان صناعه الكربون بلاك اللي هو اللي بيستخدم في الاحبار وكاوتش العربيات وحاجات كتيره جدا، وصناعه الرابر المنتجات المطاطيه بشكلها الكبير جدا زي كاوتش العربيات والجوان اللي جوه الكاوتش واستيك الاساتيك اللي احنا بنحط فيها الفلوس والحاجات المطاطيه كلها وبدل الغطس والحاجات دي كلها. كل دول يعتبروا ابليكيشنز لصناعه البتروكيماويات. لكن اكثرهم اهميه وانتشارا على مستوى العالم هي صناعه البلاستيكس. البلاستيكس بقت موجوده في كل حاجه في حياتنا زي ما حضراتكم عارفين. تروح تشتري حاجة يحط لك في كيس بلاستيك، تشتري لعبة أطفال تلاقي مصنوعة من البلاستيك، تيجي تشرب كوباية شاي تلاقي ساعات يحط لك كوباية بلاستيك. فالبلاستيكس بقت موجودة في حياتنا كلها، علشان كده تعتبر أهم جزء في صناعة البتروكيميكالز أو أهم تطبيق من تطبيقات هندسة البتروكيماويات. طيب لو خدنا كده نظرة عميقة شوية أو نظرة أدق شوية على مصر، يا ترى مصر فين في صناعة البتروكيماويات؟ يا ترى احنا سابقين في صناعة البتروكيماويات ولا لسه مش سابقين؟ يا ترى مجمعات البتروكيماويات اللي عندنا في مصر هل هي كفاية ولا لسه في منتجات المفروض نعملها؟ احنا فين على خريطة البتروكيماويات في مستوى العالم؟ هنلاقي ان شاء الله كده ان عندنا في مصر صناعات البتروكيماويات لازم تكون موجودة في صورة مجمعات كومبلكس. لازم يكون عندنا كومبلكس. كومبلكس يعني ايه؟ يعني شركة تكرير جنبها شركة جاز، جنبها شركة بتروكيماويات، جنبها شركة بتروكيماويات تانية، جنبهم مصنع بلاستيك، جنبهم محطة كهرباء. بالتالي المجمع اللي موجود ده يبقى انتجريتد كله مع بعضه. فتلاقي مجمعات البتروكيماويات او البتروكيميكال كومبلكسز موجودة فين عندنا في مصر؟ موجودة عندنا في اسكندرية، موجودة في بورسعيد، موجودة في دمياط، وموجودة في السويس، يعني تحديدا في العين السخنة. بالتالي دول الاربع تجمعات اللي موجود فيهم صناعه بتروكيماويات او مجمعات او تجمعات بتروكيماويه في مصر. الايثيلين زي ما قلنا لحضراتكم هو الكينج اوف بتروكيميكالز. بينتج فين؟ في اي حته في مصر، يعني في اي مكان في مصر او في اي تجمع من التجمعات اللي قلتها لحضراتكم دي بيتم انتاج الايثيلين. الايثيلين هو الكينج اوف بتروكيميكالز، ويعتبر هو اعلى ماده بتروكيماويه تنتج على مستوى العالم، اكتر ماده بتنتج على مستوى العالم، بالرغم ان هو سيمبل جدا في الاستراكشر بتاعه C2H4 ان اكسبنسيف كومباوند، مركب رخيص جدا تقريبا، يعني ريلاتيفلي رخيص اقل من منتجات تانية. بينتج بطريقه مختلفه، بينتج بطرق مختلفه كتير جدا، ممكن تجيب تنتجه من الايثان، تنتجه من البروبان، تنتجه من النفتة، تنتجه من الكيروسين. وانتاجه على مستوى العالم زي ما قلت لحضراتكم ضمن اكبر اربع منتجات كيماويه بيتم انتاجها على مستوى العالم، نظرا لانه بيدخل في صناعات كتيره جدا جدا جدا، ومن هنا جت تسميته بالكينج. فتسمى بالكينج لانه بيدخل في صناعات كتيره جدا وبيتم انتاج منتجات كتيره جدا جدا جدا، بالتالي ده اهله ان هو يحصل على اللقب ان هو يكون كبير العيله، الكينج اوف بتروكيميكالز. بننتج الايثيلين او الكينج اوف بتروكيميكالز فين في مصر؟ في شركتين موجودين حاليا في مصر، في مدينة اسكندرية في مجمع البتروكيماويات اللي موجود في محافظة اسكندرية في منطقة العمرية على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. هتلاقوا حضراتكم عندنا شركتين: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك اللي معمولة سنة 2001،
الشركة التانية اللي منشأة حديثا تقريبا سنة 2015 أو 2016 اسمها الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو. الشركتين دول بيعملوا إيه؟ إيثيدكو أو سيدبك بيعملوا إيه؟ الشركتين دول بيستخدموا مادة خام معينة هي خليط من الإيثان C2H6 والبروبان C3H8، خليط من الإيثان والبروبان بتديها له شركة جنبها بتبيعها لهم، فبتبيع شوية من ده لإيثيدكو وتبيع شوية برضو منه لسيدبك. الشركتين دول بيستخدموا الخليط أو المادة الخام اللي جاية لهم دي، الفيد ستوك اللي جاي لهم، في إنتاج المنتج الأساسي بتاعهم اللي هو الإيثيلين اللي هو الكينج أوف بتروكيميكال زي احنا قلنا عليه. واضحة يا شباب؟ فبالتالي بدل ما كان السي 2 أو السي 3 دول ناخدهم مثلا نوديهم للبيوت ويستخدموا كوقود، وبالتالي هيتباعوا للبيوت بسعر اقتصادي واطي جدا بتكلفة بسيطة قوي، لا ده أنا ممكن أخده وأدخلهم وأعمل لهم صناعة وأعمل مصنعين لإنتاج البتروكيماويات، أسمي واحد سيدبك وأسمي واحد إيثيدكو، وبالتالي بدل ما أودي الهيدروكربون ده أو الفيد ستوك ده للبيوت يتحرق كوقود بملاليم، لا أنا هوديه للشركتين الجداد دول كمادة خام تستخدمه الشركتين في إنتاج منتجات بتروكيماوية جديدة، وبالتالي تزود القيمة الاقتصادية بتاعة المادة الخام نفسها في الأول خالص. فنلاقي عندنا اللي بيحصل إن الحقول بتاعة الغاز اللي موجودة في الصحراء الغربية هنا في المنطقة دي كلها، حقول شركة خالدة للبترول، شركة عجيبة للبترول، شركة بترول بدر الدين، الثلاث شركات دول بعد ما بينتجوا الجاز من الصحراء الغربية عندنا بيبيعوه أو بيبعتوه لشركة اسمها جازكو، الشركة المصرية للغازات الطبيعية موجودة في اسكندرية، فيبعتوا الرو جاز أو الغاز اللي هم بينتجوه إلى شركة جازكو. آدي الغاز اللي جاي من الثلاث شركات اللي موجودة في الصحراء الغربية عندنا، يبعتوه بايب لاين يروح لشركة اسمها جازكو، الشركة المصرية للغازات الطبيعية. جاسكو دي تاخد الخليط اللي هو مكون من ميثان وايثان وبروبان وبيوتان وبنتان وسي 5 وسي 6 وسي 7 والكلام ده كله، فتفصل الكوندنسيت اللي هو سي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8 مثلا، تفصل الكوندنسيت في صورة منتج وتبيعه مثلا لشركة اسكندرية للبترول، تفصل البروبان وكانت زمان بتصدره اللي هو السي 3 اتش 8، تفصل كمان ال بي جي اللي هو خليط من السي 3 والسي 4 البروبان والبيوتان وتبيعوا الهيئة العامة للبترول يودوا البيوت عن طريق شركة اسمها بتروجاز، وتفصل السيلز جاز اللي هو السي اتش 4 الغاز الطبيعي اللي بيروح البيوت ومحطات الكهرباء، وفي نفس الوقت تاخد بقى منتج كمان اسمه ايثان وبروبان، خليط من الايثان والبروبان تبعته للشركتين دول، تبعته لشركة سيدي كريل للبتروكيماويات، تاخده سيدي كريل للبتروكيماويات تعمل له بروسيس معينة تطلع منه شوية ال بي جي وتطلع منه كمان شوية نفتة، ممكن النفتة دي تبيعها برضو لأحد الشركات الشقيقة، وتطلع منه كمان الإيثيلين اللي هو السي 2 اتش 4 اللي قلنا عليه الكينج اوف بتروكيميكلز، وتاخد الإيثيلين ده تحوله إلى بولي إيثيلين، بولي إيثيلين مادة خام لصناعة البلاستيك، وكمان تاخد جزء من الإيثيلين الفايض عن احتياجاتها تبيعه لشركة جنبها اسمها شركة البتروكيماويات المصرية معمولة سنة 1987. تاخد البتروكيماويات المصرية المنتج اللي هو الايثيلين اللي اشتريته من شركة سيدي كريل للبتروكيماويات وتضيف عليه كلور سي ال 2 فتنتج مركب اسمه اي دي سي، ومن الاي دي سي تنتج مركب تاني انترميديت تسميه الفي سي ام، ومن الفي سي ام تنتج مركب نهائي خالص اسمه البي في سي البولي فاينايل كلورايد احد انواع البلاستيكس، والبولي ايثيلين اللي انتجته سيدبك احد انواع البلاستيكس. فلما القصة دي لقيناها ناجحة جدا 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 بإنشاء شركة سيدي كريل للبتروكيماويات سنة 2001، اتعملت شركة ايثيدكو سنة 2015 وبتعمل نفس البروسيس بالظبط. بدأت جازكو تنتج كميات إضافية من الإيثان والبروبان باللون الأخضر زي ما هو باين قدام حضراتكم، فبدأت تبيعها لإيثيدكو بتعمل نفس العملية بالظبط بالظبط، فبتنتج الإيثيلين وتحوله لبولي إيثيلين، فبالتالي بتزود إنتاج مصر من البولي إيثيلين، فبالتالي بنقلل الاستيراد من الخارج، بالاضافه كمان ليها بتنتج بعض المنتجات الاخرى زي البيوتادايين، ممكن تنتج نفتة، ممكن تنتج منتجات اخرى، بالاضافه ان كان مخطط لها ان تبيع جزء من الايثيلين بتاعها زي ما شركه سيدي كريل للبتروكيماويات بتبيع جزء فايض عن احتياجاتها من الايثيلين الى شركه جنبها اسمها البتروكيماويات المصريه تطلع بيها هي كمان منتج وتعمل بيه شغل، فكان مخطط لشركه ايثيدكو ان هي تبيع جزء من الايثيلين اللي بينتج عندها برضو الفائض عن احتياجاتها لشركه اسمها اي ستايرينكس علشان تنتج منتج نهائي منه اسمه البوليستايرين. البوليستايرين ده زي ما هنشوف ان شاء الله خلال المحاضرة
هو المادة الخام اللي بيتعمل منها حاجات كتيرة جدا زي الدي في دي، اسطوانة السي دي اللي احنا بنحطها في الكمبيوتر، والعلبة اللي بتتحط فيها، وحاجات تانية كتير زي ما احنا هنشوف. فالفكرة كلها زي ما حضراتكم شايفين ان اللي قدامنا ده مجمع البتروكيماويات اللي موجود في اسكندرية، بتروكيميكال كومبلكس، شركات بتسلم شركات، والمنتج من شركة ده بيروح على الشركة اللي جنبها تستخدمه كمادة خام فتطلع منتج جديد، تبيعه للشركة اللي جنبها تستخدمه منتج كمادة خام فتطلع منتج جديد، بالتالي زودنا القيمة الاقتصادية بتاعتنا بدل ما كان زي زمان مجرد ان احنا بننتج الرو جاز وبنصدره. لو وقفت في انت في المرحله دي انتجت الرو جاز وصدرته فكنا هنخسر شركه جاسكو، ونخسر شركه سيدبك، ونخسر اسيدكو، ونخسر ايستايرينكس، ونخسر اي بي سي، ونخسر الشركات دي كلها. بالتالي اضافه الشركات دي كلها وانا حددها زي ما انا محددها قدام حضراتكم، ده اسمه مجمع البتروكيماويات، زود القيمه الاقتصاديه للرو جاز بتاعنا، وبالتالي زود قدره الاقتصاد القومي، وبالتالي زود قدره قطاع البترول او قطاع البتروكيماويات على انتاج منتجات ويكون موجود في تنافس مع الشركات العالميه. وطبعا ده بالتبعيه هيقلل من عمليه الاستيراد للمنتجات البتروكيماويه زي البلاستيكس والمنتجات مثلا زي ال بي جي، بدل ما انا استورد ال بي جي من بره مصر، لا ده سيدبك بتنتج شويه ال بي جي، ده اسيدكو هي كمان بتنتج شويه ال بي جي وكده. طيب اللي قدامنا ده عمليه انتاج الايثيلين بتتم في شركه سيدي كريل للبتروكيماويات او شركه اسيدكو في اسكندريه، في اول مرحله بتتم في مصنع اسمه مصنع الايثيلين، ايثيلين بلانت، مصنع الايثيلين. من مصنع الايثيلين ببساطه اللي بيتم فيه ان احنا بنجيب الجاز اللي جاي من جاسكو اللي هو C2 H6 و C3 H8، بناخد الخليط اللي جاي من جاسكو ده بيروح داخل على اللي قدامنا دول، اللي قدامنا دول مجموعه بنسميهم الكراكنج هيترز، افران التكسير، بنسخن في الكراكنج هيترز دي لدرجات حراره عاليه جدا ممكن تعدي ال 1000 درجه، ممكن توصل ل 1100 درجه سليزيوس. بالتالي التسخين اللي بيحصل ده بيعمل تفاعل كراكنج، يعني جاسكو الشركه المصريه للغازات الطبيعيه بتبعت الايثان والبروبان لمصنع الايثيلين بتاع شركه سيدبك او بتاع شركه اسيدكو، تعمل بروسيس معين عليه تطلع منه منتجات، تطلع ال بي جي مثلا وتبيعه، تطلع البيوتادين وتبيعه، وتطلع مثلا منتجات اخرى مثلا زي النفتة وتبيعها، دي كلها سايد برودكتس، منتجات جانبيه، لكن بتطلع المين برودكت بتاعهم اللي هو الايثيلين اللي هو الكينج اوف بتروكيميكالز اللي احنا قلنا عليه. وبعد ما تنتج الايثيلين في الكراكنج هيترز بيكون طالع في صورة خليط مع منتجات تانية، فمثلا زي ما حضرتك هنشوف في الرسمة الجميلة دي، ده الإيثان لما ندخله في الكراكنج هيترز ونعمل له نزود درجة حرارته إلى 1000 درجة 1100 900 زي ما حضراتكم شايفين، يعني درجات حرارة عالية جدا، هيحصل تكسير للروابط الكيميائية الموجودة في المركب ده، فوارد جدا إنك تلاقي الرابطة دي اتكسرت، الرابطه اللي بتربط الكربونه دي بالهيدروجينه دي تتكسر، فبالتالي هيبقى عندنا هيدروجينه عليها الكترون، ده بنسميه فري راديكال، فيبقى عندنا هيدروجين عليها الكترون اسمه هيدروجين راديكال، وبقى عندنا بقيه المركب اللي هو ايه؟ ايثايل راديكال، ايثايل بس في ذره فري راديكال من ذره من الكترون واحد فنسميه ايثايل راديكال اللي هو زي ما حضراتكم شايفين ده. طب وارد جدا ان الرابطه الكيميائيه اللي موجوده بين ذرتين الكربون دي اللي تتكسر، فبالتالي يبقى عندنا CH3 عليها الكترون و CH3 تاني عليها الكترون، فبالتالي يبقى عندنا حاجه اسمها الميثايل راديكال. وارد جدا ان الاربع روابط اللي رابطين الكربونه دي يتكسروا، فالرابطه دي تتكسر والرابطه دي تتكسر ودي تتكسر ودي تتكسر، وكذلك دي تتكسر ودي تتكسر ودي تتكسر ودي تتكسر، فيطلع عندنا كربون راديكال، ذره كربون عليها اربع الكترونات وعايزه تتفاعل مع اي حاجه. فدلوقتي بقى عندنا فري راديكالز، الفري راديكالز دي منتجات نشيطه جدا. تعمل ايه الفري راديكالز دي؟ نتيجه وجودها مع بعضها في وسط وحيز ضيق جدا تبدا تتفاعل مع بعضها، فمثلا نلاقي ان الراديكال من الهيدروجين مع هيدروجين راديكال تاني يتفاعلوا مع بعض ويدينا H2. تلاقي كمان ان ميثايل راديكال يتفاعل مع هيدروجين راديكال ويدينا CH4 الميثان. تلاقي كمان ان الايثايل راديكال مع هيدروجين راديكال يدينا الايثان اللي هو كان داخل اصلا كماده خام. تلاقي كمان ان ايثايل راديكال مع ميثايل راديكال يتفاعلوا مع بعض ويدينا منتج جديد اسمه البروبان. كمان تلاقي ايثايل راديكال مع ايثايل راديكال يدينا منتج جديد خالص اسمه البيوتان. فبالتالي اقدر افهم من كده ان انا كان عندي ماده خام بسيطه جدا هي الايثان، نتيجه تعريضها للحراره والتكسير في معده اسمها كراكنج هيترز، كراكنج هيتر، هيتكون فري راديكالز، الفري راديكالز دي
لما تتفاعل مع بعضها ممكن يديني إيثيلين، يديني ميثان، يديني هيدروجين، يديني إيثان، بروبيلين، بيوتان، بيوتين، كوليكشن كبيرة جدا من منتجات مختلفة. وانس ان انا انتجتهم في الكراكنج هيترز باخدهم على مراحل سيباريشن مختلفة، فاخد الخليط طالع من الكراكنج هيتر زي اللي احنا شفناها في الصورة اللي فاتت، وادخلهم على ابراج ديستيليشن تاورز كتيرة، فادخلهم على ديستيليشن تاور اولاني، ديستيليشن تاور تاني، ديستيليشن تاور تالت، ديستيليشن تاور رابع، تاور خامس، كل برج من دول هينتج بعض المنتجات، فاحد الابراج هيفصل الهيدروجين والميثان نقدر نبيعهم او نستخدمهم كوقود عندنا في الشركه، احد الابراج هيفصل النفته اللي هي السي 5 والسي 6 والسي 7 والسي 8، البرج الاخير الطويل خالص اللي في الاخر ده هيفصل حاجتين، هيفصل الايسيلين سي 2 اتش 4 اللي هو المنتج النهائي اللي انا عايزه، ده المين برودكت اللي انا عايز انتجه، عن الايسان اللي هو السي 2 اتش 6 اللي هو الماده الخام الاصليه بتاعتنا خالص. كل المنتجات دي هتتبعت للستورج تانكس بتاعتها، فمثلا يبعتوا الايثيلين يتخزن مثلا في سفيريكال تانك زي ما حضراتكم شايفين، ممكن الهيدروجين اللي اتكون يحطوه في الهوريزونتال تانكس الموجودين دول برضو يخزنوه، فبالتالي احنا عندنا ستورج فاسيليتي او ستورج يارد مخصص كل جزء منه لاستقبال وتخزين بعض المنتجات اللي موجوده عندنا او نتجت عندنا في المصنع. ده الكلام ده كله كنا بنتكلم على مين؟ على الكينج اوف بتروكيميكالز وطريقه انتاجه، كينج اوف بتروكيميكالز وطريقه انتاجه. وعرفنا ان هو بينتج في مصر في شركتين، شركه سيدي كريل للبتروكيماوات وشركه المصريه لانتاج الاسيلين ومشتقاته ايثيدكو اللي موجودين الاثنين في اسكندريه. طيب ليه بقى هو كان الكينج زي ما احنا قلنا؟ ليه هو الكبير على الميثان وعلى البروبان وعلى البي تي اكس زي ما احنا قلنا؟ لانه هو بيستخدم كماده خام بينتج منه منتجات كتيره جدا 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 لابلكيشنز مختلفه وصناعات مختلفه. فالايسيلين ممكن تلاقي مثلا احنا خدناه انتجنا منه منتج معين ومنتج معين ومنتج ثالث ومنتج رابع ومنتج خامس ومنتج سادس ومنتج سابع، فبالتالي كثره المنتجات اللي انا انتجتها منه واستخداماتها المختلفه في تطبيقات عديده ده بيخليه يسمى الكينج اوف بتروكيميكالز. افهم من كده ان الايسيلين بينتج منه كيماويات اخرى، فهنشوف مع بعض ما هي الكيماويات او اهم الكيماويات المنتجه من الايسيلين. فمثلا بننتج من الايسيلين حاجات اسمها الاندستريال كيميكالز، الكيماويات الصناعيه. يعني ايه؟ يعني الايسيلين بكل بساطه اهو، ممكن بكل بساطه لو خدناه ضفنا عليه ميه يعني عملنا له تفاعل اسمه هيدروليسيس هيدينا الايثانول، والايثانول الدنيا كلها قايمه عليه اليومين دول لانه بيستخدم كسانيتايزر، سانيتايزر عشان الكوفيد 19، سانيتايزر اللي هو بيستخدم في التعقيم ضد الكورونا والايام اللي احنا بنشوفها اليومين دول. فبالتالي الايثيلين بكل بساطه عن طريق تفاعل هيدروليسيس اي تحلل مائي يعني اضيف عليه ميه ممكن احوله الى ايثانول يستخدم كسانيتايزر. الايثانول كمان في حد ذاته ممكن استخدمه كوقود، وقود في عربيات مثلا في الارجنتين وفي البرازيل شغاله بالوقود الايثانول، بنسميها شغاله بوقود اسمه اي 85 مثلا او اي 100، يعني ايثانول 100 او ايثانول 100% او ايثانول 85%. ممكن نفس الكلام الايثيلين لو عملت له تفاعل اوكسيديشن بيدينا ايثيلين اوكسيد، ومن الايثيلين اوكسيد ممكن انتج الايثيلين جلايكول اللي هو دايول كحول ثنائي الهيدروكسيد. كحول الثنائي ده ممكن استخدمه في تطبيقات كبيره جدا، اهمها ان انا هعمل بيه عمليه دي هيدريشن للغاز، تنقيه الغاز من الميه في مصانع الغاز زي خالده وبتروبيلا وعجيبه والناس دي كلها. الايثيلين نفسه لو اكسدته ممكن يدينا اسيتيك اسيد سي اتش 3 سي او اتش، الاسيتيك اسيد ده ممكن استخدمه في كماده خام لصناعه بتروكيماوات انتج منه ماده اسمها البولي فاينيل اسيتيت اللي فوقيها على طول. البولي فاينيل اسيتيت دي بنستخدمها في انتاج الغيره، الغيره اللي احنا بنلزق بيها الخشب مع بعضه عند النجارين مثلا. الايثيلين نفسه لو عملت له عمليه بوليمرايزيشن ممكن يدينا حاجه اسمها الفا اوليفينز، يعني اوليفينات طويله جدا وفيها دبل بوند، ممكن استخدمها في انتاج اللاب اللينير الكايل بنزين اللي هي الماده الخام لصناعه المنظفات الصناعيه. الايثيلين ممكن استخدمه عن طريق تفاعل الالكايليشن ويليه بعد كده الدي هيدروجينيشن عشان انتج ماده اسمها الستايرين، ومن الستايرين انتج البولي ستايرين زي ما قلت لحضراتكم اللي مصنوع منه الدي في دي هايه اللي احنا بنحطها في الكمبيوتر. الشاهد ان الايثيلين بنستخدمه في انتاج منتجات كتيره جدا 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 جدا، فهو يعتبر ماده خام بتقوم عليه صناعات اخرى، ونظرا لان هو بتقوم عليه صناعات كتيره وبينتج منه منتجات بتروكيماويه كتيره تستخدم في تطبيقات مختلفه، علشان كده سميناه الكينج اوف بتروكيميكالز. ما بين بقى التطبيقات او الاستخدامات بتاعه الايثيلين اهم حاجه او اللي بتشغل جزء كبير جدا من استهلاك الايثيلين على مستوى العالم، الجزء الكبير اللي بيختص نفسه كده بنصيب الاسد
بكمية الإيثيلين على مستوى العالم هي إنتاج البوليمرز. فتلاقي الإيثيلين نسبة كبيرة جدا من إنتاج الإيثيلين على مستوى العالم بتستخدم في إنتاج الهاي دينستي بولي إيثيلين واللو دينستي بولي إيثيلين واللينير لو دينستي بولي إيثيلين، يعني أكتر من 50% أهو بيستخدم من إنتاج الإيثيلين بيستخدم في إنتاج البولي إيثيلين. بولي إيثيلين يعني بلاستيك، أحد أشهر أنواع البلاستيكس على مستوى العالم. مش بس كده، ممكن الإيثيلين برضو أستخدمه في إنتاج جزء كمان اسمه البي في سي. بي في سي برضو أحد أنواع البلاستيكس، البي في سي ممكن استخدم جزء كبير برضو من الايثيلين في انتاج الفينايل اسيتيت. الفينايل اسيتيت اللي منها هنتج البولي فينايل اسيتيت اللي هي الغيره، وانتج الستايرين برضو من الايثيلين، وانتج الايثيلين اكسايد والايثيلين جلايكول من الايثيلين. الفكره كلها ان معظم انتاج الايثيلين بيتم توجيهه الى انتاج البوليمرز. فتعالوا نتكلم مع بعض اصلا يعني ايه بوليمر. كلمه بوليمر هي كلمه يونانيه، كلمه يونانيه معناها ايه؟ بورس ميرس. كلمة بوليمر كلمة يونانية معناها بوليمر، معناها ميني بارتس. بولي يعني ميني، مير يعني بارت. أصلها في الأصل كلمة يونانية اسمها بورس ميرس. بورس ميرس يعني ميني بارتس. يعني لو افترضنا إن جزيء إيثيلين مسك في إيديه كمان جزيء إيثيلين زيه، ومسكوا أخوهم التالت معاهم، ومسكوا الرابع معاهم، ومسكوا الخامس معاهم، فبدل ما كانوا اسمهم إيثيلين كل واحد فيهم اسمه إيثيلين، لا ده بقى مجموعة من الإيثيلين فسموه البولي إيثيلين. البولي إيثيلين نفس الفكرة، لما أجيب لك حلقة مثلا جنزير أهي وأربط حلقة في حلقة في حلقة، فأعمل لك الجنزير بشكل السلسلة زي ما حضراتكم شايفين. الحلقة لوحدها اسمها مونيمر، مونيمر يعني جزيء واحد. أما لما بتربطه مع بعض وبيعمل لها مركب جديد أو مجموعة كبيرة بالشكل ده بسميها البوليمر. كمان لو دبوس من بتاع اللي احنا بنمسك بيه الورق، مسكنا دبوس في دبوس في دبوس في دبوس، الدبوس الواحد هنعتبره مونيمر. لما يمسكه في بعض هيعمل لنا بوليمر. العجل بتاعنا، الجنزير بتاع العجلة، العقلة دي بتاعت الجنزير اسمها مونيمر. لما تربط عقلة في عقلة في عقلة في عقلة وتعمل الجنزير كله ممكن تسميه البوليمر. فبالتالي الإيثيلين هو برضو يعتبر الكينج بتاع البتروكيميكالز، اللي بيدخل في إنتاج الكينج بتاع البوليمرز اللي هو البولي إيثيلين، ملك البوليمرز. البولي ايثيلين اللي هو عباره عن جزيء ايثيلين زي ما حضراتكم شايفين اهو، مسك في ايديه جزيء ايثيلين زيه اهو، مسك كمان في ايديه جزيء تالي اهو، مسك في الجزيء الرابع اهو، يعني اربع جزيئات مثلا من الايثيلين مسكوا في بعض تفاعلوا مع بعض، فبالتالي عمل لنا الماكرو مولوكيول اللي حضراتكم شايفينه اللي هو التشين الطويله السلسله الطويله اللي حضراتكم شايفينها ده من البولي ايثيلين. ليه انواع كتيره جدا من البولي ايثيلين: الهاي دينستي بولي ايثيلين، اللو دينستي بولي ايثيلين، اللينير لو دينستي بولي ايثيلين، الاكسترا لوب دينستي بولي ايثيلين. فهو البولي ايثيلين لكن ليه انواع مختلفه كتيره جدا على حسب الرياكتنتس اللي هتخش في تفاعل البلمره. فكل واحد من المنتجات من البوليمر البولي ايثيلين ده، كل نوع منهم ليه بعض الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز اللي بتميزه عن النوع التاني. فتلاقي مثلا وانت رايح تشتري لبس جديد، تلاقي الراجل اللي بيبيع لك اللبس في المحل بتاع اللبس مديك كيس بلاستيك كده، بس الكيس تقيل ومحمل وشكله لذيذ قوي وعليه طباعه جميله جدا. ده بيكون مصنوع مثلا من الهاي دينستي بولي ايثيلين. لكن لما تروح مثلا تشتري بولي ايثيلين من سوري، ما تشتري حاجه من سوبر ماركت او من محل بقاله او من حاجات من دول، يديك في نوع بلاستيك برضه بولي ايثيلين بس درجه شفافيته او خفته قليله شويه. بالتالي الهاي دينستي بولي ايثيلين واللو دينستي بولي ايثيلين واللينير لو دينستي بولي ايثيلين والاكسترا لو دينستي بولي ايثيلين هم في الاصل بولي ايثيلين، يعني ناتجين من تفاعل بوليمرايزيشن للايثيلين. لكن في كل نوع منهم تم اضافه كومبوننت معين، فتلاقي في النوع الفلاني اتضاف عليه كومبوننت فلاني فزود من بعض الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز بتاع البوليمر الناتج، فبالتالي يظهر له مواصفات جديده، فبالتالي يبقى ليه ابلكيشنز جديده ومختلفه. تمام. ففكره انتاج البولي ايثيلين ان انا هجيب جزيء ايثيلين مع جزيء ايثيلين مع شويه جزيئات ايثيلين كمان مع بعض، وهدخلهم على رياكتور اهو اسمه البوليمرايزيشن رياكتور، مفاعل البلمره، بوليمرايزيشن رياكتور. ايه اللي هيحصل فيه؟ اللي هيحصل فيه ان الرابطه المزدوجه اللي بين الكربونتين دول هتتكسر، ويبقى فيه الكترون يمين والكترون شمال، والرابطه دي برضو نفس الكلام هتتكسر، يبقى فيها الكترون يمين والكترون شمال، والرابطه دي تتكسر الكترون يمين والكترون شمال، وبعد كده الجزيئات دي كلها تربط في بعضها. لما يربطوا مع بعض يعمل لنا البولي ايثيلين زي ما حضراتكم شايفين، البولي ايثيلين واختصارا بنسميه البي اي، بولي ايثيلين. تمام. فبينتج من الرياكتور ده البولي ايثيلين في صوره بودره، فبنحول البودره دي الى بيلتس. بيلتس يعني حبيبات خرز كده شبه الخرز، حبيبات خرزيه، وبعد كده نعبيها في شكاير
على حسب بقى الشجارة، تكون 25 كيلو أو 50 كيلو على حسب كل شركة والتانية، وتحطوا عليه لوجو الشركة وتكتب عليه اسم المنتج بتاعك ونوعه والوزن بتاعه والبروبرتيز بتاعته ووقت إنتاجه يوم كام والساعة كام، وتدي له سيريال نمبر، وبعد كده تحطه على عربيات وبيتباع، يروح لمصانع البلاستيك يبدأوا يشكلوه، يعملوا منه الكراسي، يعملوا منه الجرادل، لعب الأطفال، الأكياس، الجراكن. لو حضراتكم قلبتوا بقى المنتجات دي كلها، قلبتوها على ظهرها ودورتوا على الشكل ده، هتلاقوا كل منتج من دول لازم يكون عليه شكل مثلث، 3 ستريمز كده بيلفوا حوالين بعض، وجوه رقم 2 او رقم 4. فرقم 2 ده معناها ان المادة البلاستيكية دي هي من النوع الهاي دينستي بوليسيلين. لو لقيت العربية الاطفال دي مثلا مكتوب عليها المثلث ده ومكتوب جواه رقم 4، معناها ان العربية دي مصنوعة من اللو دينستي بوليسيلين. ده احد اهم المنتجات البوليمريه، او اهم البوليمرز اللي بتنتج من الايثيلين، هي انتاج البولي ايثيلين. طيب، بيدخل في تطبيقات كتيره جدا على الرصاصه زي ما قلت لحضراتكم، لعب الاطفال. الحاجه التانية بقى ان انا ممكن استخدم الايثيلين في انتاج البولي فينايل كلورايد اللي بنسميه اختصارا بي في سي. ازاي؟ ان انا بكل بساطه بجيب الايثيلين سي 2 اتش 4، بفاعل معاه كلور سي ال 2 يدينا حاجه اسمها اي دي سي، ايثيلين داي كلورايد. هعمل له تفاعل، هعمل له عمليه كراكنج، هيتحول الى ماده اسمها الفي سي ام، فينايل كلورايد مونيمر. هعمل له بوليمرايزيشن، هيدينا ماده اسمها البي في سي. البي في سي برضو نفس الكلام، هو ماده بلاستيكيه بوليمر وماده بلاستيكيه زي ما حضراتكم شايفين اهو، شبه البولي ايثيلين بالظبط. بس الفرق ان في حاله البولي ايثيلين كان هنا فيها هيدروجين، دلوقتي لا، بقت هيدروجين وبعدها كلورا، هيدروجين وذره كلور، هيدروجين وذره كلور، هيدروجين وذره كلور. فبالتالي لما عملنا استبدال لذره هيدروجين بذره كلور، انتجنا منتج جديد سموه البي في سي، يعني بولي فينايل كلورايد. البولي فينايل كلورايد ده داخل في حاجات كتيرة جدا، داخل في اللزق الشيكرتون اللي احنا بنلزق بيه او بنعزل بيه سلوك الكهرباء، داخل في بعض البايبنج والفيتنجز اللي بنستخدمها في الصرف الصحي عندنا في البيوت، داخل في الكروكس اللي الناس بتلبسه في رجليها، وفي تطبيقات كتيرة جدا. لو جيت حضراتكم برضو قدرا كده في مرة قلبتوا مثلا احد الحاجات دي ودورتوا على شكل المثلث ده، هتلاقي لو لقيت جواه مكتوب رقم 3 او مكتوب تحته في او بي بي في سي، ده معناها ان المادة دي مصنوعة من البوليمر اللي اسمه بي في سي، اللي هو ناتج من الايثيلين بعد اضافة عليه كلور وعمل بعض العمليات عليه وصولا للمنتج النهائي اللي سميناه البي في سي. بنفس الطريقة ممكن ناخد الايثيلين وننتج منه منتج ثالث اسمه الستايرين، ومن الستايرين اعمل الستايرين بوليمرايزيشن، هحوله للبوليستايرين. زي ما قلت لحضرتك نفس الشكل بتاع البولي ايثيلين اهو، بس الفكرة كلها شلنا هيدروجينة من اللي كانت موجودة وحطينا مكانها حلقة بنزين، شلنا واحدة كانت موجودة وحطينا مكانها حلقة بنزين، شلنا مكانها واحدة وحطينا حلقة بنزين، شلنا واحدة وحطينا حلقة بنزين. وبالتالي البوليمر اللي طالع ده اسمه البوليستايرين، بنشوفه في طلبات كتيرة جدا، بتشوفه في الديفيدهاية، مصنوع منه من الديفيدهاية، مصنوع منه كمان علبة الديفيدهاية اللي احنا بنشوفها عندنا في البيوت، العلبة اللي احنا بنشتري فيها الأكل لما يكون تيك أواي بيبقى برضه مصنوع من بوليستيرين. العزل الحراري اللي احنا بنحطه على السطح ساعات كتيرة جدا، او اللي بنعزل بيه الشبابيك عندنا عشان يبقى الشبابيك دي عازلة للصوت، بيكون في الغالب بي في سي، سوري، بيكون في الغالب بوليستيرين. فبالتالي لو قلبت اي منتج من دول ودورت برضه على شكل المثلث اللي يكون عليه، لو لقيت فيه رقم 6 او بي اس، ده معناه ان ده مصنوع من البوليستيرين. الحاجة الثالثة اللي ممكن انتجها من الايثيلين كبوليمر هو البولي ايثيلين تريفساليت. البولي ايثيلين تريفساليت ممكن يختصروه بي اي تي، او ممكن ساعات يسموه بي اي تي اي، يعني بولي ايثيلين تريفساليت. واضحه يا شباب؟ البولي ايثيلين تريفساليت نفس الكلام بالظبط، عباره عن تفاعل مركبين كيميائيين مع بعض، واحد المركبين الكيميائيين دول انتجناه من ايثيلين. فبيدخل في صناعات كتيره جدا، بيدخل في صناعه الازايز، جسم الازازه ده مصنوع من البي اي تي، لكن غطا الازازه لنفسه وحده مصنوع من البولي ايثيلين. اللزقه اللي عليها اسم الازازه والشركه اللي بتصنعه ومياه طبيعيه ولا مش عارف ايه واسم الشركه والعلامه التجاريه دي، بيكون مصنوع من بوليمر ثالث. واضحه يا شباب؟ اللي هو البولي بروبايلين، هنشوفه بقى فائدته ان شاء الله. برضو نفس الكلام، البي اي تي او البولي استر او البولي ايثيلين تريفساليت، ده اسمه تاني، اللي اسمه تاني اسمه البولي استر. البولي استر او البولي ايثيلين تريفساليت ممكن استخدمه في انتاج الخيوط الصناعيه اللي هو الفايبر،
او الالياف، الالياف الصناعيه. بالتالي يقول لك ده انا لابس قميص بلاستر، ده انت لابس مثلا سويتر بلاستر، كل ده انه مصنوع من البولي استر، يعني احد المواد البتروكيماويه المنتجه من الايثيلين. البولي استر بقى او البولي ايثيلين تريفساليت بتلاقيه دايما مكتوب على جسم الازازه او جسم الكونتينر، تقلبها برضو هتلاقي برضو عليه، لازم تلاقي عليه المثلث اللي قدام حضراتكم ده، ومكتوب جوه يا اما بي اي تي بس، يا اما واحد بس، يا اما اكتب لك بي اي تي اي ويكتب لك واحد كمان، معناها ان الماده دي مصنوعه من البوليمر اللي اسمه بولي ايثيلين تريفساليت. البولي ايثيلين كمان، سوري، الايثيلين كمان ممكن استخدمه في انتاج ماده رائعه اسمها البولي تترا فلورو ايثيلين. بولي تترا فلورو ايثيلين زي البولي ايثيلين بالظبط، بس الفرق ان انا شلت كل ذرات الهيدروجين اللي كانت موجوده فوق وحطيت مكانها فلور 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 فلور، يعني جبت الايثيلين اللي هو كان سي دبل بوند سي مرتبطه واتش 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 واتش، لو كنت عملت له بوليمرايزيشن كان هيدينا يدينا البولي ايثيلين زي ما حضراتكم شايفين كده، ذرات كده كربون رابطه في بعضها وماسكه اتشات، اتش فوق اتش تحت، اتش فوق اتش تحت، اتش فوق اتش تحت كده. لكن لو جينا الايثيلين حولناه الى تترا فلورو ايثيلين، تترا فلورو ايثيلين يعني ايه؟ يعني هو الايثيلين اهو بالظبط، بس شلت الاربع هيدروجينات اللي كانوا موجودين هنا اهو وحطيت مكانهم ذره فلور ذره فلور ذره فلور ذره فلور، فيظهر لنا المركب ده بيسموه تترا فلورو ايثيلين، تترا فلورو ايثيلين اللي مكتوبه باللون الاحمر دي. لو خدناه عملنا له عمليه بوليمرايزيشن هيدينا نفس البوليمر اللي شبه البولي ايثيلين ده، بس كل ذرات الهيدروجين تم استبدالها بذرات فلور. البولي تترا فلورو ايثيلين ده ليه اسم جميل قوي كلنا بنعرفه وبنشوفه في حياتنا اليوميه بيسموه التفلون. التفلون لو حد فيكم حد فينا اتعامل مع سباك، تلاقي السباك وهو بيجي يركب حنفيه مثلا في الماسوره بتلاقي معاه الشريط الابيض ده ويبدا يلف على الماسوره قبل ما يركب الحنفيه عشان الالوز يعشق في بعضه. التفلون ده بيعمل عمليه سيلينج، بيحكمهم في بعض كانك حطيت جلده انبوبه كده، بيحكم المعدن ده في المعدن ده وبالتالي ما يعملش ايه اي ليكج، فبيعمل سيلينج. التفلون كمان ده او البولي تترا فلوريسيلين احنا كلنا بنشوفنا برضو بنشوفه عندنا في المطبخ، لما تيجي تشتري اللي يقول لك حله تيفال، الحله التيفال بتكون طاسه او حله زي ما حضراتكم شايفين كده، بس بتكون مطليه بطبقه من البولي تترا فلوريسيلين، يعني مطليه بطبقه من التفلون. وما يميز طبقه التفلون دي ان هي اسمها سليبنج ايجنت، سليبنج ايجنت، سليبنج يعني انزلاق، سليبنج ايجنت يعني ماده تساعد على الانزلاق. فانا لما اجيب طاسه عاديه واثناء الصناعه بتاعتها ادهنها بطبقه من البولي تترا فلوروايثيلين، تيجي انت تعمل الاكل بتاعك تلاقي الطاسه ما بيلزقش فيها الاكل، وده ما يميز الطاسات التيفال، ان يقول لك ايه الاكل ما بيلزقش فيها. ليه؟ لان هي مطليه بطبقه من التفلون، مطليه بطبقه من البولي تترا فلوروايثيلين. بالتالي ما يميز البوليمر ده ان هو سليبنج ايجنت، يعني بيساعد على انزلاق الحاجات اللي فيه ما بتلزقش فيه، ودي الميزه الكبيره للتيفال. الاوبشن الجميل جدا بقى ان انا ممكن استخدم برضو البولي تترا فلورو ايثيلين ده ان انا اعمل كوتنج للعربيات. لو حد من حضراتكم عنده عربيه تلاقي كل شويه مثلا السمكري اللي انت بتعدي عليه يقول لك ما تيجي ما المعها لك، المعها لك يعني ايه؟ يعني بيجيبوا ماده اسمها البوليش، البوليش زي معجون كده زي الورنيش اللي بنديله في الاحذيه عندنا، بس البوليش ده بيكون من ماده التفلون او البولي تترا فلورو ايثيلين، بتقوم مغطي العربيه بطبقه من البولي تترا فلورو ايثيلين. وزي ما قلت لك ان البروبرتي المهمه في التفلون ده ان هو سليبنج ايجنت، سليبنج ايجنت يعني ما بيخليش الحاجه تلزق على سطحه. فالعربيه السوداء اللي قدامكم دي لما تتركن في الشمس وينزل عليها التراب، وانس ان انا اعمل لها كوتنج بالتفلون بتاخد الشكل ده، يجي ينزل عليها التراب يلاقي السليبنج ايجنت موجود يزحلق التراب من عليها، فبالتالي ما يحصلوش ستاكنج على سطح العربيه، وبالتالي العربيه تفضل محافظه على درجه اللمعان بتاعتها، ويقول لك انا لمعت العربيه. ده تطبيق من تطبيقات التفلون اللي هو منتج ممكن ننتجه من الايثيلين اللي سميناه الكينج اوف بتروكيميكالز. كمان احد المنتجات اللي انا بنتجها من الايثيلين حاجه اسمها الفينايل اسيتيت مونيمر، بيسموه الفام، فينايل اسيتيت مونيمر ده بنتجه من الايثيلين، وبعد كده بعمل له عمليه بوليمرايزيشن بحوله للبولي فينايل اسيتيت. ايه هي البولي فينايل اسيتيت؟ الغراء اللي احنا بنلزق بيها الخشب مع بعضه كده، بيبقى مصنوع من البولي فينايل اسيتيت. كل المنتجات دي كانت بتنتج منين؟
كانت بتنتج من الكينج اوف بتروكيميكالز اللي هو الايثيلين. ده اللي اهله ان يبقى ياخد السمعه دي كلها، ان انا بنتج منه منتجات بتروكيماويه كتيره جدا وتطبيقاتها مختلفه جدا جدا جدا، بتستخدم على مستوى العالم في كل حياتنا اليوميه. وبالتالي كان الاسم العلمي الجميل جدا اللي ادوه له ان هو كينج اوف بتروكيميكالز. طب نسيب الكينج شويه ونخش على ولي العهد، الكراون برنس، ولي العهد. يا ترى يا هل ترى سميناه برضو الكراون برنس البتروكيميكالز ليه؟ نظرا لانه هو ينتج منه بتروكيميكالز كتيره جدا وتستخدم في تطبيقات كتيره جدا جدا جدا. فين في مصر بينتج البروبايلين ده؟ البروبايلين اللي هو الكراون برنس اوف بتروكيميكالز بننتجه فين في مصر؟ عندنا مكانين ثلاثه في مصر. فين؟ اول حاجه بينتج في بورسعيد، في شركه في بورسعيد اسمها الشركه المصريه لانتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، اي بي بي، ايجيبشن بروبايلين اند بولي بروبايلين كومباني، دي تابعه برضو للشركه القابضه للبتروكيماويات. عندنا كمان بينتج في شركه في السويس، شركه خاصه اسمها شركه الشرقيون للبتروكيماويات، اورينتال بتروكيميكالز كومباني. وبعدين هينتج ان شاء الله، حتى علشان زي ما حضراتكم شايفين كده انا عامل لك الرسومات هنا اهي باللون الدوتد، ده هينتج لسه ان شاء الله في اسكندريه. فين؟ في شركه سيدي كريل للبتروكيماويات. طب فاكرين احنا شفنا اسم الشركه دي فين قبل كده؟ شفناه من شويه وقلنا ان دي الشركه اللي بتنتج الكينج، دي الشركه اللي بتنتج الايثيلين، اول شركه تنتج ايثيلين في مصر اللي اتعملت سنه 2001. فبالتالي المشروع اللي تحت الدراسه دلوقتي حاليا في شركه سيدي كريل للبتروكيماويات ان هم هيشتروا من الشركه اللي جنبهم اللي اسمها شركه جاسكو البروبان اللي كانت جاسكو بتصدره، ومن البروبان ده سيدبك هتاخده وتعمل مصنع جديد او بلانت جديد لانتاج البروبيلين والبولي بروبيلين. فبالتالي سيدبك في الحاله دي او سيدي كريل البتروكيماويات هتبقى بتنتج ايثيلين وبولي ايثيلين وبروبيلين وبولي بروبيلين، هتبقى في حد ذاتها هي نفسها مجمع بتروكيماويات كبير جدا جدا جدا. بس لحد الان هي بتنتج ايثيلين وبولي ايثيلين بس. فالشركات اللي بتنتج البولي بروبيلين في مصر شركه في بورسعيد اسمها الشركة المصرية لإنتاج البروبايلين والبولي بروبايلين، وشركة خاصة في السويس اسمها شركة الشرقيون للبتروكيماويات بتاعة رجل أعمال اسمه باسل الباز. طيب يبقى التلاتة دول، شركة بورسعيد، شركة مصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين اللي موجودة في بورسعيد، وشركة الشرقيون للبتروكيماويات اللي موجودة في العين السخنة في السويس، وشركة سيدي كرير اللي موجودة في اسكندرية، اللي إن شاء الله كل اللي في اسكندرية ده لسه مشروع مستقبلي يعني لسه ما حصلش. بيعملوا ايه الشركات دي كلها؟ هناخد احسن واحده فيهم او اكتر واحده انتجريتد فيهم اللي هي مصنع متكامل فيهم، البروبيلين اللي موجوده في بورسعيد، الشركه المصريه لانتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في بورسعيد. بتعمل ايه الشركه دي؟ جنبها على طول زي ما كان عندنا في اسكندريه شركه جاسكو، جاسكو بتدي لشركه سيدبك سيدي كرير للبتروكيماويات ماده خام، عندنا في بورسعيد حاجه شبه كده، شركه تانية اسمها المتحده لمشتقات الغاز، دي شبه جاسكو بتعمل ايه؟ بيجي لها غاز برضو من شركه جنبها اسمها بتروبيل متحده لمشتقات الغاز، تفصل غازات مختلفه، تبيع غاز الفلاني للغاز الفلاني للغاز الفلاني لشركات مختلفه، وقدرا كده بتبيع ايه؟ بتبيع البروبان سي 3 اتش 8 لشركه المصريه لانتاج البروبيلين والبولي بروبيلين اي بي بي. الشركه الاي بي بي ايجيبشن بروبايلين اند بولي بروبايلين كومباني تاخد البروبان اللي ادته لها جاسكو وتنتج منه البروبيلين. ازاي؟ ده بروبان سي 3 اتش 8 هنحوله البروبيلين سي 3 اتش 6. ازاي هنعمل كده؟ هنشيل منه هيدروجينتين، ذرتين هيدروجين، فبيتم ده من خلال بروسيس اسمها البي دي اتش. بي دي اتش يعني بروبان دي هيدروجينيشن، عمليه نزع الهيدروجين من البروبان، بي دي اتش، بروسيس بسيطه جدا. فبينتج من عندنا البروبيلين، بعد كده داخل نفس الشركه جوه شركه الايجيبشن بروبايلين اند بولي بروبايلين كومباني بتحصل عمليه بوليمرايزيشن، تاخد البولي بروبايل سوري تدخل بوليمرايزيشن، تاخد البروبيلين تحوله الى بولي بروبايلين مش بولي ايثيلين، دي اسف دي غلطه، فبتاخد البروبايلين تحوله الى بولي بروبايلين. طيب ادي شكل مصنع البي دي اتش، البروبان دي هيدروجينيشن اللي بيحول البروبان سي 3 اتش 8 الى بروبيلين سي 3 اتش 6. بيتم ازاي؟ حاجه شبه الكراكنج هيتر اللي كنا بنستخدمه في شركه سيدي كريل للبتروكيماويات، عمليه تسخين لدرجات حراره جامده جدا في وجود كاتاليست معين، تحصل عمليه التكسير الحراري او الدي هيدروجينيشن دي، وينتج عندنا برودكت كتيره جدا. ممكن ينتج عندك هيدروجين، ينتج عندك ايثيلين، ينتج عندك بروبيلين اللي هو المنتج الاساسي بتاعنا، وينتج منتجات كتيره جدا عن طريق مجموعه من الديستيليشن تاورز
عن طريق مجموعة من الديستليشن تاورز يتم إنتاج البروبيلين اللي هو المنتج النهائي أو المين برودكت C3H6، ويتم تخزينه في التنكات دي. وانس إن هو تم تخزينه في التنكات بياخدوه يعملوه عملية بوليمرايزيشن عشان نطلع منه البولي بروبايلين. طيب قلنا ان البروبايلين بتاعنا ده هو الكراون برنس اوف بتروكيميكالز، ولي عهد البتروكيماويات. والكلام ده ليه؟ قلنا علشان هو بتنتج منه منتجات بتروكيماويه كتيره جدا، وبالتالي بتستخدم في ابلكيشنز كتيره جدا، فبالتالي بقدر اطلع منه برودكتس كتيره جدا، فمن هنا جت تسميته بالكراون برنس. فيا ترى ايه المنتجات اللي انا ممكن انتجها من البروبيلين؟ بقدر انتج من البروبيلين منتجات كتيره جدا. البروبيلين ببساطه لو خدته عملت له عمليه بوليمرايزيشن بيتحول لبولي بروبيلين، اللي هو احد اهم انواع البلاستيكس برضو اللي موجوده على مستوى العالم، البولي بروبيلين. وهنشوف دلوقتي البولي بروبيلين بالتفصيل يعني ايه. البروبيلين لو خدناه عملنا له عمليه اوكسيديشن اكسده هيتحول الى الاكرولين، ومن الاكرولين ممكن اكسده تاني يتحول للاكريليك اسيد اللي ممكن برضو اطلع منه بوليمرز جديده. البروبيلين لو عملت له عمليه اموكسيديشن يعني ضفت عليه اكسجين وضفت كمان عليه امونيا، هيدينا مركب اسمه الاكريلونيترايل. الاكريلونيترايل لو عملت له بوليمرايزيشن يدينا البولي اكريليتس، بوليمر تاني. البروبايلين لو فعلته مع الكلور هيدينا الالايل كلورايد. لو عملت له عمليه ايبوكسيديشن هيتحول الى الجليسترول. واضحه يا شباب؟ البروبايلين لو عملتوا عمليه هايدريشن يعني اضافه ميه عليه هيتحول الى الايزوبروبانول. الايزوبروبانول ده سانيتايزر برضو، سانيتايزر يعني بيستخدم في التعقيم، يعني عشان الكوفيد 19 اللي احنا بنتكلم فيه اليومين دول. فالكوفيد 19 كان دايما تلاقي في السوق لك عندنا كحول ايثانول وعندنا كحول ايزوبروبانول، كحول ايزوبروبيلي. فبالتالي عن طريق تفاعل بسيط جدا، تفاعل هايدريشن او اضافه ميه على الكيماويات دي، سواء اذا كان الكينج اوف بتروكيميكالز او الكراون برنس اوف بتروكيميكالز، اقدر اطلع منتج كحولي. الكحول ده استخدمه كسانيتايزر. ممكن استخدم البروبيلين نفسه في انتاج الايثيلين. ازاي؟ هجيب ذره بروبيلين مع ذره بروبيلين وادخلهم على كاتاليست معين، يبقى في كاتاليست معين هدخل عليه ذرتين او اتنين مولكيول من البروبيلين. اتنين مولكيول من البروبيلين هيدخلوا على كاتاليست معين موجود في رياكتور معين. الكاتاليست ده فايدته ان هو بيحاول يعيد تشكيل الجزيئات، فبيعمل تفاعل اسمه ديسبروبورشنيشن. ديسبروبورشنيشن يعني اعاده ترتيب، يعني هياخد الاثنين بروبيلين، ادي بروبيلين اهو سي 3 اتش 6 وكمان سي 3 اتش 6، لما يدخلوا على الكاتاليست اللي موجود في تفاعل الديسبروبورشنيشن ده هيحصل ايه؟ هيتحول الجزئين دول الى ايثيلين وبيوتين. هيتحول الى ايثيلين وبيوتين، وبالتالي انا ممكن انتج الايثيلين اللي هو كينج اوف بتروكيميكالز من الكراون برنس اللي هو البروبيلين، بس باستخدام كاتاليست معين. لكن اهم استخدام للبروبيلين هو استخدامه في عمليه البوليمرايزيشن، ان انتج منه البولي بروبيلين. البولي بروبيلين اللي انا جبت ذره مولكيول من البروبيلين مع كمان مولكيول من البروبيلين مع مجموعه من المولكيولز من البروبيلين ودخلتهم على رياكتور. ممكن الرياكتور يكون اسمه جاز فيز رياكتور، زي اللي موجود في شركة الشرقيون للبتروكيماويات الموجودة في العين السخنة، أو ممكن يكون الرياكتور تيوبلر رياكتور زي اللي موجود في الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في بورسعيد. هندخله هنا أو هندخله هنا، وفي وجود كاتاليست معين هيتحول إلى البولي بروبيلين بي بي. بي بي يعني بولي بروبيلين، أحد أشهر أنواع البلاستيكس الموجودة في الصناعة عندنا. البولي بروبايلين ده وانس ان انا انتجته في صوره حبيبات زي ما هو باين قدام حضراتكم، نعبيه في الشكاره، سواء الشكاره بتاعت الشركه، ممكن شركات تعبيه في شكاره 25 كيلو، شركات يعبوه في شكاره 50 كيلو، شركات يعبوه في شكاره كبيره قوي زي الزكيبه كده اسمها الجامبو، بتكون 1 طن يعني 1000 كيلو، ويحطوه على العربيات زي ده. ادي الجامبو زي ما قلت لحضراتكم اهي، اللي هي 1 طن وزنها 1 طن، ويحطوه على العربيات ويسافر يروح لشركات تشكيل البلاستيك زي الهلال والنجمه الذهبيه والشركات دي. هياخدوه يحولوه من حبيبات خرزيه زي ما حضراتكم شايفين، يعملوا منه الكوبايات والمعالق والاطباق والمواسير والحاجات دي كلها عن طريق عمليات مولدنج مختلفه، عمليات تشكيل وسباكه مختلفه. زي ما حضراتكم شايفين دي بعض المنتجات اللي بتنتج من البولي بروبيلين. فمثلا الازايز دي بتاعت الميه بولي بروبيلين، السرنجه مصنوعه من البولي بروبيلين، الطبق ده مصنوع من البولي بروبيلين، مواسير الميه الخضر اللي كلنا بنشوفها البولي بروبيلين. انا ماسك دلوقتي شمعه فلتر اهي،
ببص فيها لقيتها مكتوب مصنوعة من البولي بروبيلين، فانت ممكن تعمل فايبرز من البولي بروبيلين تستخدمها عشان تعمل عمليات ووتر تريتمنت زي ما بنحصل عندنا في الفلتر. لكن اهم استخدام للبولي بروبيلين بقى هو انتاج الفايبرز اللي بعمل منها السجاد، الفايبرز اللي بعمل منها بعمل منها السجاد زي ما بيحصل في شركة النساجون الشرقيون. فالبروبيلين بننتجه بنحوله لبولي بروبيلين، والبولي بروبيلين اللي يروح لمصانع يحولوه الى فايبرز، يعني يحولوه الى بكر خيوط، خيوط من البولي بروبيلين. بعد كده تيجي شركات السجاد تاخده وتغزل الخيوط دي في صورة سجاد زي ما حضراتكم شايفين. طيب الحاجة جميلة جدا بقى ان انا ممكن اجيب الكينج اللي هو الاسيلين، وهجيب البروبيلين اللي هو الكراون برنس، وهضيف الاثنين على بعض واعمل لهم تفاعل بوليمرايزيشن واحد. لما نعمل كده يدينا منتج جديد، لا هو بولي ايثيلين ولا هو بولي بروبايلين، ولكنه منتج جديد اسمه ايثيلين بروبايلين رابر. رابر يعني مطاط، يعني مطاط الايثيلين والبروبيلين. الايثيلين بروبايلين رابر ده اللي بيتعمل منه الاستيك اللي احنا بنحط بنربط بيه الفلوس، اللي بيتعمل منه العزل اللي احنا بنحطه على المشايات، اللي بيتعمل منه الجوان اللي بيبقى موجود جوه كاوتش العجله، اللي بيتعمل منه العزل الحراري، سوري العزل اللي بنركبه على كابلات الكهرباء، ده اسمه الايثيلين بروبيلين رابر. ويتميز ان هو ليه الاستيسيتي عاليه جدا، يعني استطاله، القدره على الشد والاستاله بتاعته عاليه جدا. علشان كده زي ما قلت لحضراتكم ان ممكن البوليمر تكون ليه مواصفات مختلفه كبيره جدا تخليه يستخدم في ابلكيشنز كتيره. فالبولي ايثيلين لوحده ما هوش مطاط، والبولي بروبيلين لوحده ما هوش مطاط، لكن لما احط ايثيلين مع البروبيلين وافعلهم مع بعض اطلع منتج جديد اسميه الاي بي ار ايثيلين بروبيلين رابر، فده البوليمر الناتج بيكون ليه مواصفات جديده تختلف عن اثنين البوليمرز الاولانيين اللي هي الالاستيسيتي بتكون اعلى، فبنستخدمه في استخدامات مختلفه تناسب التطبيق اللي انا عايزه. فبالتالي الكراون برنس بتاعنا اللي هو البروبايلين سميناه كده ليه؟ علشان بننتج منه منتجات كتيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم. ضيف عليه اكسجين بقى بروبايلين اوكسايد، ضيف عليه ميه يعمل لك بروبايلين جلايكول، ضيف على البروبايلين ميه مباشرة يديك الايزو بروبانول اللي هو بيستخدم كسانيتايزر او كوقود، يعمل له بوليمرايزيشن يديك البولي بروبايلين، يعمل له بوليمرايزيشن مع الايثيلين هيديك الايثيلين بروبايلين رابل، وتقدر تنتج منه منتجات كتيرة جدا 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 جدا. من هنا جت تسميته بالكراون برنس اوف بتروكيميكالز. على نفس الوتيرة كده بالظبط الميثان اللي هو اخوهم الصغير ممكن برضو تطلع منه منتجات مختلفة. فالميثان ممكن اولا نطلع منه الهيدروجين سيانايد او الكربون سلفايد، او نستخدمه في استخدام مهم جدا هو انتاج السينثيسيس جاز، الغاز التخليقي اللي منه ممكن ننتج الامونيا، ومن الامونيا اهو ممكن ننتج اليوريا والنيتريك اسيد والهيدرازين والالكانو اميلز والميثايل امينز والهيكساميثايل تترا امين، قصه كبيره جدا. ومنه كمان ممكن انتج الميثانول، يعني الميثان انتج منه سينثيسيس جاز، ومنه انتج الميثانول، ومن الميثانول انتج حاجه كتيره جدا، انتج الفورمالدهايد والاسيتيك اسيد والميثايل استرز والميثايل كلورايد والميثايل امينز والام تي بي اي والجازولين ام جي تي. الام تي بي ام تي بي اي يعني ميثايل تيرشالي بيوتايل ايثر، دي ماده كيميائيه بتضاف على البنزين علشان تزود الاوكتان نمبر بتاعته. الاسيتيك اسيد بيستخدم في ابلكيشنز مختلفه، الفورمالدهايد ممكن استخدمه في انتاج بوليمرز جديده اسمها يوريا فورمالدهايد ريزن او الميلامين. الفورمالدهايد ممكن استخدمه في حفظ الجثث لانه بيساعد على مقاومه التحلل، فاستخدم الفورمالدهايد في حفظ الجثث. ممكن اخد الفورمالدهايد واليوريا الاثنين اللي بينتجوا اساسا منين؟ من الميثان، يعني الفورمالدهايد بينتج من الميثانول واليوريا بينتج من الامونيا، وفي الاصل الميثانول والامونيا بينتجوا من الميثان، يعني ده جدهم. فانا ممكن اخد اليوريا والفورمالدهايد افعلهم مع بعض هيدينا بوليمر جديد جدا اسمه يوريا فورمالدهايد ريزن، يو اف ار، يوريا فورمالدهايد ريزن. البوليمر ده بيضيفوه للخرسانه بتاعه اللي احنا بنبني بيها البيوت علشان يزود بعض المواصفات فيها، الخرسانه الجاهزه. الناس بتوع المقاولات بيضيفوا اليوريا فورمالدهايد ريزن ده علشان يحسنوا بعض المواصفات بتاعه الخرسانه. الشاهد ان في ابلكيشنز كتيره جدا برضو من الميثان، ولو دورت هتلاقي برضو في ابلكيشنز كتيره جدا للبيوتان اللي هو السي 4 اتش 10 بنفس الطريقه، تقدر تطلع منه منتجات كتير جدا. وفي ابلكيشنز كتيره جدا من البي تي اكس، بي تي اكس اللي هو البنزين اللي هو حلقه بنزين، التي اللي هي تولوين حلقه بنزين معاها مجموعه سي اتش 3، الزايلين
حلقة بنزين عليها مجموعة سي اتش 3 من فوق وسي اتش 3 من تحت. البي تي اكس ليها تطبيقات كتيرة جدا 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 جدا، منها ممكن تستخدمها في انتاج مثلا التريف سالك اسيد ومنه تعمل البي اي تي اللي هو البولي استر اللي بنعمل منه السويتر للفايبر او القميص البلاستر، او بنعمل منه ازازة المايه جسم الازازة، او ممكن اخد البي تي اكس ده في انتاج اللاب اللينير الكايل بنزين اللي هو مادة خام لصناعة المنظفات السائلة لينير الكايل بنزين. فالشاهد من الموضوع ان كل بتروكيميكال من دول اقدر استخدمه في انتاج حاجات كتيرة جدا 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 جدا، وبالتالي اطلع منتجات مختلفة، والمنتجات المختلفة دي ليها بروبرتيز مختلفة وتستخدم في ابليكيشنز مختلفة، وبالتالي انا كده زودت القيمة الاقتصادية بتاعة الغاز بتاعي. كمان زي ما قلت لحضراتكم كده، احنا ممكن نلعب بقى مع بعض ازاي. احنا اتكلمنا في الاول على الكيميكالز المنتجة من الايثيلين، والكيميكالز المنتجة من البروبولين، والكيميكالز المنتجة من الميثان، والكيميكالز المنتجة من البيوتان، والكيميكالز المنتجة من البي تي اكس. لو جربنا حتى نلعب بمعنى ايه، لما خدنا لو حضراتكم تفتكروا خدنا الايثيلين مع البروبيلين، كان ممكن في الاول خالص اخد الايثيلين اعمله بوليمرايزيشن احوله لبولي ايثيلين، والبروبيلين اعمله بوليمرايزيشن احوله لبولي بروبيلين، صح يا شباب؟ فدلوقتي هنلعب شويه. بمعنى ايه، هقول لك والله اخد شويه بروبيلين هفعله مع شويه ايثيلين، بقى عندي بروبيلين وعندي ايثيلين، لو اتفعلوا مع بعض هيدينا منتج جديد زي ما قلت لحضراتكم اسمه الايثيلين بروبيلين رابر المطاط. بنفس المنطق لو خدنا الاكريلو نيترايل، اكريلو نيترايل ده اللي هو المنتج اللي طالع من البروبيلين، احد المنتجات اللي طالعه من البروبيلين نتيجه تفاعل نيتروجين اموكسيديشن، تفاعل اموكسيديشن اللي انا بعمله اضافه على الامونيا في وجود الاكسجين. لو جبنا الاكريلو نيترايل وفعلناه مع احد المنتجات المنتجه من الايثيلين اللي هو ستايرين، الستايرين ده عباره عن ايه، ان احنا في الاول جبنا بنزين حلقه سوري جبنا في الاول ايثيلين C2 H4 اسف C2 H4 C2 H4 فعلناها مع حلقة بنزين بيدينا منتج اسمه ايثايل بنزين، ايثايل بنزين اعمل له تفاعل دي هيدروجينيشن يعني اشيل منه هيدروجينتين بيدينا منتج اسمه الستايرين، حلقة بنزين كده عليها CH دبل بوند CH2 ده اسمه الستايرين. لو خدت الاكريلو نيترايل مع الستايرين وفعلتهم مع بعض هيدينا منتج اسمه السان، السان اختصار ستايرين اي ان اكريلو نيترايل، ده برضو ليه مواصفات كتيره جدا وبيستخدم في تطبيقات كتيره جدا، منها بعض الانترنلز اللي بتبقى موجوده في المكن، بعض الحاجات اللي معمول منها التروس والحاجات دي كلها بتكون موجوده مصنوعه من السان. كمان البيوتادايين اللي هو مركب عامل كده سي 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 اربع ذرات كربون بس فيهم دبل بوند في اليمين ودبل بوند في الشمال، فمركب فيه اتنين دبل بوند زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، فمركب نشط جدا. اوليفين مش اوليفين بقى داي اوليفين، داي اوليفين نشط جدا. لو جبت البيوتاداين اللي هو بينتج اساسا منين، من البيوتان، لو جبته وفعلته مع الستايرين اللي هو عباره عن حلقه بنزين عليها دبل سي اتش 2 سي اتش دبل بوند سي اتش 2 بالشكل ده هيدينا منتج جديد اسمه اس بي ار، ستايرين من الاسم ده، بيوتاداين من الاسم ده، رابر مطاط الستايرين والبيوتاداين، رابر يعني بيتميز بمواصفات الالاستيسيتي القدره على الشد والاستطاله. مش بس كده بقى، مش هحط حاجتين مع بعض، مش هحط اتنين كيميكالز مع بعض عشان انتج منتج جديد، ده انا ممكن احط ثلاثة. ازاي؟ هختار الاكريلو نيترايل اللي جاي من البروبيلين، وهاخد الستايرين المنتج من الايثيلين، وهاخد البيوتاداين المنتج اللي منتج من البيوتان، وهفعل الثلاثة مع بعض هيدينا منتج ثالث اسمه اي بي اس. اي بي اس يعني اكريلو نيترايل، البي يعني بيوتاداين، الاس ستايرين، ده بوليمر ناتج من ثلاث حاجات تفاعلوا مع بعض. فتلاقي مثلا الاكريلو نيترايل مسكت في البيوتاداين مسكت في الستايرين، وبعد كده اكريلو نيترايل تمسك في البيوتاداين تمسك في الستايرين، وبعد كده اكريلو نيترايل تمسك في البيوتاداين تمسك في الستايرين، فبالتالي يطلع لنا بوليمر جديد بمواصفات مختلفه تماما 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 عن المركب ده والمركب ده والمركب ده. فهي دي دايما انا بسميها البتروكيميكالز از فن،
فان البتروكيميكالز ان انت ممكن تسجل براءة اختراع باسمك انك ضفت حاجة معينة على حاجة معينة وانتجت بوليمر جديد، واكتشفت بقى ان البوليمر ده مواصفاته مختلفة تماما عن المركبات اللي هو اساسا منتج منها. نفهم من كده ان نتيجة الفان اللي موجود في البتروكيميكالز وان انا ممكن انتج منتج معين جديد بمواصفات مختلفة تماما نتيجة ان انا ضفت مركب ما على مركب ما اخر، ظهر عندنا ان البلاستيكس بقت منتشرة جدا 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 في حياتنا اليومية. زي ما قلت لحضراتكم، تروح تشتري اي حاجة يحطها لك في كيس بلاستيك، تشتري لعب اطفال تلاقيها من كيس بلاستيك، تشتري مثلا مروحة سقف تلاقيها مصنوعة تقريبا 70% منها مصنوع من البلاستيك، الموبايل فيه اجزاء بلاستيك، الشباشب بقت بلاستيك، كل حاجة بقت مصنوعة ببلاستيكس. فنظرا لان البلاستيكس بقت اسهل، فبالتالي استخدامها الزيادة عن اللزوم ده عمل لنا مشاكل في البيئة. بتلاقي الكائنات الحية اللي قدام حضراتكم في البحر والكلام ده كله بتاكل بلاستيك من كتر البلاستيك اللي بتشوفه، والكائنات دي ما بتفكرش، فممكن بتفكر مثلا حاجات معينة دي اكل فبتروح تاكل، فالبلاستيك ده بيدخل بطنها فبتموت. فبالتالي كتر استخدامنا للبوليمرز او البلاستيكس لانها سهلت حياتنا بشكل كبير جدا، وكتر ان احنا بنرمي البلاستيكس دي وبنتخلص منها بشكل غير امن، ده عمل مشكله بيئيه عندنا كتيره جدا. الناس كل اللي حضرتك شايفين كل ده بوليوشن حصل في البيئه نتيجه وجود البلاستيك. فالمشكله البيئيه اللي بتحصل كبيره جدا، احنا بننتج مخلفات بلاستيكيه كبيره جدا جدا جدا. فتخيل ان في امريكا بس بينتج 15 مليون طن من البلاستيك سنويا، سنويا بينتج 15 مليون طن من البلاستيك، اكتر من 100 مليون طن من البلاستيك ينتجوا على مستوى العالم سنويا وبيترموا في صورة مخلفات بلاستيكية في البحر في الشوارع زي ما حضراتكم شايفين كده، كل دي منتجات بلاستيكية. الكارثة البيئية اللي بتعملها المنتجات البلاستيكية دي هنعمل فيها ايه؟ ايه الحل اللي احنا نعمله علشان نتخلص من المشاكل البيئية اللي بيعملها لنا البلاستيك؟ ببساطة احنا بنمشي بتكنيك جميل قوي اسمه الثري ارز، ار ار ار. ثري ارز يعني ايه؟ يعني ريديوس ريسايكل وريوز، ريديوس وريسايكل وريوز. يعني انا هلعب على ثلاث افكار هقلل بيهم او همنع فيهم استخدام البلاستيك. اول حاجه الريوز، الثلاثه دول ثلاثه ار، ريوز والريديوس والريسايكل، مؤخرا تمت اضافه ار جديده ليهم اسمها الانرجي ريكفري، فبالتالي الثري ارز تحولوا الى فور ارز زي ما هنشوف دلوقتي. فمثلا اول حاجه الريديوس، اول ار في الاربعه كانت الريديوس، هم قلنا اربع ارز 4 ارز. اول حاجه الريديوس، ريديوس يعني ايه؟ يعني قلل استخدامك من البلاستيك، فبالتالي هتقلل الويستس اللي ممكن انت تعملها من البلاستيك. يعني مثلا رايح تشتري سي فول من المطعم اللي جنبك، بدل ما يديك الفول في كيس بلاستيك خد معاك طبق من البيت وحط فيه الفول وروح اغسله، فبالتالي انا كده قللت البلاستيك ويست اللي ممكن تطلع مني. فده المفهوم الاول، ان انا اقول نو للبلاستيك، ما اخدش بلاستيك على الفاضي وعلى المليان، مش كل شويه اروح اشتري حاجه في كيس بلاستيك وارميه، اشتري حاجه في كيس بلاستيك وارميه. التكنولوجي اللي موجود دلوقتي حاليا استخدام البايو ديجريدابل برودكت، يعني جيبوا اكياس بلاستيكيه بس مضاف عليها بعض الكيماويات المعينه اللي تساعد على تحللها بيولوجيكالي، يعني البلاستيك ده هما بيصنعوا منه الكيس ضافوا عليه بعض الكيميكالز اللي هي تعتبر طعام لبعض انواع البكتيريا، بحيث لما الكيس ده يخلص نرميه ويتجمع وعايزين يتخلصوا منه يلموا الاكياس البايو ديجريدابل دي ويضيفوا عليها جزء كميه معينه من البكتيريا، البكتيريا دي تتغذى على الكيس وبالتالي ما نعملش مشكله بلاستيك ويست في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. فعلى قد ما نقدر نقول نو للبلاستيك، ما نستخدمش بلاستيك الا في اضيق الحدود. الحاجه الثانيه او الار رقم اتنين هي الريوز، يعني وانس ان انت اضطريت انك تتعامل مع البلاستيك، رحت اشتريت مثلا ازازه ميه، مضطر انك تشتري بستله ميه، مضطر انك تشتري لعب اطفال، فلما تخلص استخدامها معاك ما ترميهاش، لا تعمل لها ريوز. تعملها ريوز يعني ايه؟ يعني ازازه الميه مثلا او ازازه البيبسي اللي انت اشتريتها بدل ما ترميها على طول بعد ما تخلص، لا انت ممكن تاخدها وتملى فيها ميه في البيت، لما تزهق منها ممكن تاخدها وتملى فيها مثلا زيت الاكل اللي بيبوظ منك وانت بتطبخ تحطها فيه عشان تخزنه، تبدأ تستخدمها كذا استخدام علشان بدل ما ارميها لا ابعدها ان هي تساهم في تلوث البيئة بشكل مباشر. فاعمل ريوز وريوز وريوز وريوز. ازاي؟ الناس اللي قدامنا دول عملوا افكار جميلة جدا للريوزنج للبلاستيك. ففي حد منهم مثلا جاب ازازة بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين وعملها ترايبود حامل للكاميرا بتاعته،
واحد تاني جاب مقص وعمل خد زور الازازه البلاستيك عشان يعمل بيه طريقه كده يربط بيها الكيس بتاعه، وبالتالي يفتح ويقفل ويقدر ياخد الحاجات بتاعته بشكل امن. في ناس تانية بتاخد الازايز وتعمل منها نجف، في ناس تانية بتزرع في الازايز، في ناس تانية بتاخد الجراكن وتقطعها تعمل منها مثلا زي معالق زي ما حضراتكم شايفين، في ناس بتبني بالازايز. دي احد الدول الافريقيه بيجيبوا الازايز ويحطوا جواها تراب ويبنوها ويعملوا منها سور بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كل دي تطبيقات ريوزنج للبلاستيك، ان بدل ما نرميه فاحنا نعمل له ريوز. طيب خلاص انت قللت استخدامك من البلاستيك، بس اضطريت انك تشتريه، وبعد ما اضطريت انك تشتريه بدل ما ترميه عملت له ريوزنج فاستخدمنا الار التانية. الار التالتة بقى انك تعمل له ريسايكلينج، قللت استخدامك من البلاستيك لكن غصب عنك اشتريت، وعشان ما ترميهوش وتحس بالذنب خدته وعملت له ريوز، فدي الار التانية. بعد ما عملت له ريوز وزهقت منه وخلاص باظ وجاب اخره معاك، مضطر انك ترميه، فلما رميته هيقابله الار التالتة اللي هي بمعنى كلمه ريسايكل. ريسايكل يعني ايه؟ يعني الزباله اللي بتترمي في الشوارع او المخلفات اللي بتترمي في الشوارع سواء اذا كانت من الازاز او من البلاستيك او من الميتلز، بيحصل لها عمليه اسمها كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن يعني تقسيم، يعني بقسم الميتلز لوحدها، الجلاس لوحده، البلاستيك لوحده، والبيبر لوحده، ونتيجة للتقسيم ده بعمل لهم عملية اسمها ريسايكلينج. ريسايكلينج يعني باخد الحاجات دي وأعيد تدويرها مرة أخرى. إعادة تدوير يعني إيه؟ يعني أخدها وأستخدمها من جديد، أطلع منها منتجات جديدة. فالناس اللي عمال النظافة اللي بيبقوا عندنا بيكونوا في الشوارع وفي البيوت، لما بياخدوا المخلفات بتاعتنا بيروحوا بيتعمل لها بعد كده عملية كلاسيفيكيشن. فالبلاستيك بيتلم لوحده، والإزاز بيتلم لوحده، والكانز لوحدها، والبيبر لوحده. وبعد كده البلاستيك ده بيتجمع وبيقف ناس تقعد تفرزه فرز، يعملوا له فرز. يعني ايه فرز؟ يعني ناس بتبدأ تبص تجيب الاشكال البلاستيك او المنتجات البلاستيكية اللي مرمية دي كلها، ويقلبوا كل عبوة من دول او يدور فيه على المثلث اللي احنا شفناه في الاول خالص في اول المحاضرة، ويبص على المثلث يجمع المنتجات اللي فيها المثلث واحد. يعني لو لقى الجيركن الاخضر ده عليه واحد هياخده، لو لقى مثلا بتاعة الكاتشب دي عليها واحد هياخدها، لو لقى الازازة دي عليها واحد هياخدها، فيجمع المنتجات المصنوعة من المادة اللي اسمها بولي ايثيلين تريفسيليت اللي هي واحد لوحدها، ويجمع المنتجات المصنوعة من البولي فينايل كلورايد لوحدها، والمنتجات المصنوعة من البولي بروبايلين لوحدها، والمنتجات المصنوعة من البولي ستايرين لوحدها، وبعد كده يعمل لهم عمليات إعادة تدوير. الشكل ده اللي حضراتكم هتشوفوه لما تجيبوا ازازه المايه وتقلبوا ازازه المايه على القاعده بتاعتها، هتلاقي محفور فيها شكل المثلث ده اللي اسمه ريسايكل كود. ريسايكل كود يعني رقم الريسايكل، الرقم اللي من خلاله الناس بتبص عليه عشان تعرف المركب ده مصنوع من سوري المنتج ده مصنوع من انهي بوليمر، وبالتالي يكون اسهل في عمليه الكلاسيفيكيشن ان افصله عشان اعمل له ريسايكلينج مع اخواته. يعني الايثيلين بولي ايثيلين اوكسايد بولي ايثيلين تريفساليت مع البولي ايثيلين تريفساليت مع البولي ايثيلين تريفساليت، ما ينفعش اعمل ريسايكلينج لحاجتين مع بعض. يعني ما ينفعش تعمل ريسايكلينج لجيركن مصنوع من البولي بروبيلين مع جيركن مصنوع من البولي ايثيلين، لان البولي ايثيلين بوليمر والبولي بروبيلين بوليمر، ده بيحصل له ميلتنج عند درجه حراره معينه وده بيحصل له ميلتنج عند درجه حراره معينه، ده ليه مواصفات وده ليه مواصفات، وبالتالي لو عملت كده يبقى انت عملت غلطه كبيره جدا. اي منتج هتطلعه هيكون منتج غير مطابق للمواصفات. فبالتالي بتيجي هنا اهميه عمليه الكلاسيفيكيشن، ان نبدا نعمل كلاسيفيكيشن للمنتجات، نفصل المنتجات المصنوعه من البولي ايثيلين لوحدها، المنتجات المصنوعه من البولي بروبايلين لوحدها، المنتجات المصنوعه من البي اي تي لوحدها، المنتجات المصنوعه من البولي ستيرين لوحدها، واخد كل مجموعه من دول اعمل لهم ريسايكلينج لوحدهم. اهو زي ما حضراتكم شايفين ادي منتج جسم ازازه مصنوع مكتوب عليه بي اي تي، ادي واحده تانية مكتوب عليها رقم 6، ادي واحده تانية غطا سوري ليبل مكتوب عليه 2، وادي واحد تاني مكتوب عليه ليبل بالخمسه، معناها ان البوليمرز مختلفه. البوليمرز دي بعد ما يتحصل لها عمليه كلاسيفيكيشن وبتتقسم وبتتفنط كده، بنوديها لمصنع اعاده التدوير، مصانع تدوير البلاستيك، بياخدوها يكسروها زي ما حضراتكم شايفين ويسيحوها ويرجعوها في الاخر خالص في صوره خيوط. يعني بعد ما بياخدوها ويسيحوها معظمهم مثلا بياخدها بيعملها عمليه غزل ويحولها لصوره فايبرز زي ما بيحصل في الصين. يعني من خبر من فتره قريبه كده كنت قريته ان الصين بتستورد زباله،
الصين بتستورد زبالة أو مخلفات الدول التانية، فمثلا ممكن يروح مثلا للدولة جنبه زي الهند يقول والله المخلفات اللي عندك أنا هاخدها، ياخدوا المخلفات يعملوا لها كلاسيفيكيشن، يطلعوا منها البلاستكس، يطلعوا من البلاستكس البي إي تي اللي هو البولي إيثيلين تيليفسالات اللي هو البولي إستر اللي هو البلاستر بالبلدي اللي إحنا بنسميه البلاستر، وياخدوه ويسيحوه ويغزلوه في صورة خيوط ويرجعوه لنا إحنا تاني مصر، أو يبعتوه للهند تاني في صورة خيوط غزل. يعني حتى عندنا دلوقتي تلاقي كل شويه الناس يقول لك لا ما عادش في حاجه قطن، ده كله مصنوع من الايه، من البلاستر، لان كله بيعتمد على الغزل الصيني، الغزل اللي بيجي لنا من الصين بسعر منخفض. ليه؟ لان الصين اساسا شاريه بسعر منخفض، لان هي شاريه مخلفات الدول. الار الرابعه بعد ما قلنا الريديوس والريوز والريسايكل هي الريكفري، ان انا خلاص جبت اخري مع البلاستيك ده، فهعمل حاجه اسمها الانرجي ريكفري. انرجي ريكفري ان انا هاخد المنتجات البلاستيكيه دي واحرقها، هاخد البلاستيك ويست الكوبايات والجراكن والحاجات دي كلها، طالما خلاص انا مش محتاج اعملها ريوز ولا محتاج اعملها ريسايكل وانا محتاج استخدمها خالص، انا خلاص محتاج اتخلص منها عشان اتجنب المشكله البيئيه اللي حصلت. فممكن بكل بساطه اخد المنتجات دي احرقها، وبالتالي اولد بيها طاقه حراريه استخدمها في توليد بخار، اولد بيه كهرباء في بالشكل ده. بس المشكله بقى ان الموضوع ده ملوث للبيئه بشكل كبير جدا، فلازم يتم عمليه الانرجي ريكفري او عمليه الحرق دي لازم تتم عند ظروف مختلفه وظروف قويه جدا من حمايه البيئه. يعني مثلا لو عمليه الحرق دي لازم تتم في معزل كبير عن الهواء، لازم اضمن دايما ان مفيش emissions او مفيش pollutants هتطلع من اليونت اللي بتعمل عمليه الحرق دي خالص، حتى السوليد ويست الملوثات الصلبه اللي هتطلع كمخلفات لعمليه الحرق لازم اخدها وادفنها في مدافن صحيه في الصحراء علشان اتجنب ان يكون فيها اي مشاكل تاثر على الناس اللي موجودين في المنطقه المحيطه بالمحرقه دي. كده اتكلمنا عن المشكله البيئيه اللي بيعملها البلاستيكس، وعرفنا ان هم مجموعه من الارز، اول حاجه الريديوس، بعد كده الريوز، بعد كده الريسايكل، وبعد كده كريت انرجي اللي هي الانرجي ريكفري، وبعد كده الديسبوزل اني برمي المخلفات وادفنها في باطن الارض. اللي قدامنا ده اسمها هيراركي. هيراركي يعني ايه؟ يعني اقول لك على قد ما تقدر اعمل ريديوس، فعملنا الجزء ده كبير جدا كده الريديوس، كبرناه بالشكل ده. يعني اكتر حاجه مطلوبه منك عشان خاطري اعمل ريديوس للبلاستيك اللي انت بتستخدمه، ما تستخدمش بلاستيك الا في اضيق الحدود، ولو اضطريت انك تستخدمه فاللي تستخدمه ده ما ترميهوش من اول مره، ولكن اعمل له ريوز، استخدمه تاني. عندك ازازه ميه، ازازه ميه اشتريتها او ازازه بيبسي اشتريتها، بعد ما تخلصها ما ترميهاش، لكن استخدمها في اي حاجه تانية عندك في البيت. ولو اضطريت انك بعد ما استخدمتها مره تانية ترميها، فبالتالي هي هتروح يصلها ريسايكلينج وتتعمل بمنتجات جديده، هتروح المصانع بتاعه تدوير البلاستيك هياخدوها ويسيحوها ويعملوها لك في صوره منتجات جديده. وبعد كده لو خلاص جبت اخرك من المنتج ده ومضطر انك ترميه، فالناس هياخدوه ويعملوا له انرجي ريكفري ويحرقوه ويتخلصوا منه ويولدوا بيه طاقه، بس السوليد ويست اللي هتتكون لازم تو بي ديسبوزد ات سيف لوكيشن، لازم اخدها واعملها ديسبوزل في منطقه امنه. وبكده بالمراحل المختلفه اللي احنا مرينا بيها دي، ان انا كان عندي المنتج عملت له ريسايكلينج وديته لمحطات شركات الريسايكلينج، طلعوا منتجات جديده، المنتجات دي بعد ما عملوا كلاسيفيكيشن كسروها وسيحوها وانتجوا منتجات جديده، بقت دي دايره مغلقه للبلاستيك، فبالتالي المشكله البيئيه اللي كانت ممكن تحصل نتيجه وجود البلاستيك وكتر استخدامه مننا كافراد هتقل في قدر الامكان. وبكده اكون انا حافظت على البيئه على قدر الامكان. وبكده نكون قدرنا نجاوب على السؤال اللي سالناه في اول المحاضره خالص، هل شركه كابكو لما كانت طالعه في اعلان على برنامج الجزيره بتقول كابكو في كل ما يحيط بكم، in everything, in just about everything, في كل ما يحيط بكم، هل كابكو فعلا كانت صادقه او الناس دي كانت بتقول كلام سليم جدا ان البتروكيماويات بقت موجوده في كل حاجه في حياتنا ولا لا؟ انا شايف ان الاجابه فعلا يس، ان البتروكيماويات موجوده في كل حاجه في حياتنا. حاليا الحاجه اللي تفرح بقى ان انا شفت مؤخرا ان شركه سيدي كرير للبتروكيماويات في اسكندريه خدت لنفسها سلوجن، عملت لنفسها سلوجن عشان تسوق اكتر المنتج بتاعها، وسمت السلوجن بتاعها مور ذان جاست ا بيلت، احنا مش مجرد بيلت من البوليسيلين، لا احنا ناس متقدمين جدا ومواصفاتنا كويسه جدا. وشركه اسيدكو الاخ الصغير او الاخ الشقيق الصغير لسه معمول سنه 2015 خدت برضه هي كمان ليها سلوجن سمته اسيدكو فاليو كرييتنج بلاستكس اند رابر برودكتس. وبكده اكون انا خلصت المحاضره بتاعتي، اتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من المحاضره وضفت لكم لو معلومه بسيطه.